اوكي احنا دلوقتي كده بدأنا ريكوردينج. نبذة كده سريعة عني، انا اسمي كريم هشام الصفتي، انا عايش في اسماعيلية، عندي 27 سنة. يعتبر من حوالي 3 سنين ونص اتخرجت في كلية الهندسة جامعة قناة السويس. كان معايا يعني باتشلر في كوميونيكيشنز والكترونكس. بعد كده شفت شوية، بعدت عن الكوميونيكيشن والكترونكس، رحت ناحية المشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس ان جنرال يعني. فحاليا شغال في ديفيجن اكس از تيم ليدر، وستيل الباشن بتاعي اللي هو الكوانتم فيزيكس عامه او الكوانتم كومبيوتنج. فحاليا يعني الحمد لله، الاول اشتغلت از ريسيرش ممبر في الكسندريا كوانتم كومبيوتنج جروب، و برضه شغال ريسيرش اسيستنت في فيجنر ريسيرش سنتر فور فيزيكس في المجر. حاليا انا شغال في الماجستير بتاعي الحمد لله. حاليا يعني يعتبر كده داخل على سنه از كيسكيت ادفوكيت في اي بي ام. اخدت شويه سيرتيفيكتس كويسه من اي بي ام ومن يوداستي في الاي اي. على المستوى الشخصي برضو يعني بحاول على قدر الامكان ان انا اعلي شويه في الجزء بتاع الكارير ديفلوبمنت، او بمعنى ادق في الاندستري عشان الفلوس. فبذاكر للاكزام بتاع اي دبليو اس او بتاع امازون للماشين ليرنينج، وفي نفس الوقت بجهز نفسي ان انا ابقى تيتشر في الاي تي اي للدبلومه بتاعت الارتفيشال انتليجنس. اخر حاجه يعني زي اي انسان، فبرضه في تيست معين من الميوزك انا بحبه. الاوبجكتيف بتاعنا عامه رقم واحد، في تو اوبجكتيفز. في الاوبجكتيف بتاع السكول، وزي ما دكتور احمد تكرم وقال ودكتوره اماني، ان احنا يهمنا جدا ان احنا يعني نريز الوعي بالكوانتم كومبيوتنج بالتكنولوجيز بتاعته في مصر وفي الوطن العربي، وليه لا كمان في الميدل ايست بالكامل. تاني حاجة إن شاء الله، إن شاء الله يعني الإيفنت ده هيبقى بداية خير وفتحة خير كويسة لإيفنتس تانية كتيرة جاية. و ليه لأ اللي إحنا ممكن نكريت كوانتم هاب يجمع يعني عقول كتيرة جدا، بدل ما إحنا مثلا متواجدين في أكتر من كذا دولة أو منفصلين أو يعني في حدود ما بيننا، كلنا نتجمع إن شاء الله تحت أمبريلا واحدة ونطلع شغل كويس، سواء ناحية الإديوكيشن أو ناحية الريسيرش، أو ليه لأ لو يعني تبقى في حاجة في الإندستري. بالنسبة للبيرسونال أوبجيكتيف، وده شيء مهم يعني أشاركه معاكم، وفي نفس الوقت برضو أنتوا لازم تبقوا حاطينه في ذهنكم. هي دي مش مجرد سيشنز، يعني مجرد سيشنز للبيزكس وخلاص. البيزكس ممكن تلاقوها في أي حتة، ولكن الفكرة كلها اللي احنا بنحاول اللي احنا نبوش ourselves يعني to new boundaries، علشان احنا كمان نتعلم من الاكسبيرينس دي، في نفس الوقت انتوا تتعلموا. ده رقم واحد. رقم اتنين، البدايات بتاعتنا كلها كانت بسيطة جدا بالنسبة لنا ككريم. يعني في 2015 و2016 شبه كنت ضايع، ما كنتش عارف ابتدي منين اعمل ايه، كنت بعافر، resources كانت قليلة، ما كانش فيه حجم resources اللي موجود دلوقتي، سواء من courses او من او حتى يوتيوب فيديوز او كتب، او حتى يعني كوميونيتيز او مثلا ويبينارز كتيره بتتعمل. فاللي انا بقى في 2021 بقدر ان انا ادي سيشن لناس، فده بالنسبه لي شيء كبير جدا. وفي نفس الوقت لازم تبقى يعني لكل الناس اللي موجوده تبقى حاطه ده هدف قدامها، ليه لا ممكن في خلال سنه سنتين تليد هي الموضوع. يعني ده شيء وارد وكويس جدا. في نفس الوقت فرصة كويسة جدا ان احنا نكسباند النتورك بتاعتنا ونتعرف على ناس جديدة ونشارك الايدياز بتاعتنا، وما نخافش من اللي احنا نشارك. على العكس تماما، المشاركة كويسة وبتعلم، سواء كانت يعني بينت اخطاء او بينت ايجابيات. ده الاوبجكتيف بتاعي وبتاع السكول، واتمنى برضو ان الاوبجكتيف بتاعكم ما يكونش مجرد اللي هو اخدت كلمتين وخلاص وهذاكر وكده، لا يعني يبقى في مشاركه، يبقى في كونتاكت، يبقى في احتكاك باستمرار، عشان الاحتكاك دايما بيولد نتائج، والنتائج بتاعته دايما بتبقى ملموسه وكويسه. بالنسبه للاجنده بتاعه النهارده، احنا هنتكلم في تو توبكس اساسيين. في التوبك بتاع البايثون وليه هو مهم والبيزكس بتاعته، وكويك ريكاب على الكومبلكس نمبرز واللينير الجبرا برضه هنستخدم فيها البايثون.
يهمني جدا في التو توبكس دولت اللي انا اوضح يعني ان حاليا في اي ريسيرش بيتعمل، سواء زي مثلا انت في ك مثلا يعني في كيمياء، في هندسه، في زراعه، حتى في طب، يعني حاليا كل حاجه دلوقتي بقى داخل فيها سيميوليشن، بقى داخل فيها لينير الجبرا، بقى داخل فيها كالكولس. ف من غير ما يبقى معاك البروجرامينج لانجويج، مش شرط تبقى بايثون، في بروجرامينج لانجويجز تانيين يعني، بس لازم تبقى عندك خلفيه بالبرمجه، لازم يبقى عندك خلفيه كويسه عن لينير الجبرا وحاجه تانية اسمها الكالكولس او التفاضل والتكامل. من غيرهم البحث بتاعك هيبقى شبه حبر على ورق، مش هيبقى فيه حاجه ملموسه، مش هيبقى فيه في داتا حقيقيه طالعه كده وريزلتس ممكن احنا فعلا نتكلم فيها. مش هتقدر تعمل انتربريتيشن للواقع، او اللي انت يعني تحاول ان انت تقرب الواقع بتاعك لارقام الناس لما تيجي تقراها تفهم انت عملت ايه وسويت ايه. فمهم جدا بغض النظر عن كوانتم كومبيوتنج اللي يبقى عندك خلفيه عن اي لغه برمجه، سواء بايثون او جوليا. جوليا برضو تعتبر من اللغات يعني اللي طالعه وقويه وفي نفس الوقت سريعه. فلازم يبقى عندك بروجرامينج لانجويج اوريدي موجودة معاك، تقدر تستخدمها، تقدر يعني تخليها زي ما بيقولوا كده ايه تحت طوعك في الوقت اللي انت تحتاج فيه اللغة دي، تقدر ان انت تكتب بيها كود معين يطلع لك النتيجة اللي انت عايزها. وفي نفس الوقت يبقى يعني عندك البير مينيمم من الماثماتكس اللي تسمح لك ان انت تمشي في اي ساينس، اي كان الساينس اللي قدامك. البايثون يعتبر يعني معظم الناس ممكن تفتكر اللي هو جديد، هو مش جديد قوي، هو بدأ بداية الحياة بتاعته في آخر الثمانينات، وابتدى أول ريليز بتاعه يطلع كان في 91، اللي عمله واحد اسمه جويدو فان روسون، دي الصورة بتاعته. كلمة بايثون أصلا هو اتسمى على مسلسل شهير ساعتها اسمه مونتي بايثون، ده مسلسل كوميدي جميل. ومن ساعة ما اتعمل البايثون لحد دلوقتي هو أوبن سورس. كلمة أوبن سورس في عالم السوفت وير ده معناه ان اساسيات اللغه بالتفاصيل بتاعتها باستخدامها كله فري، انت تقدر تشوفه، تقدر تعدل فيه، وفي نفس الوقت ممكن تكونتريبيوت من عندك وتعلي في الحته دي. ف اتس اوكي تماما انك تلاقي مثلا في بعض الشركات بتحب ان الشغل بتاعه السوفت وير بتاعها يبقى ايه شبه مقفول، ما حدش يشوف اي حاجه، ده بيسموها بلايسنس. في حاجه تانية اسمها اوبن سورس، تقدر ان انت يعني تكلون الحاجه او تستنسخ الحاجه وتعدل عليها وتنشرها، بس على حسب بقى باختلاف كل لايسنس. في لايسنس يعني بتسمح ان انت تعمل ده فور فري، في لايسنس تانية بتجبرك ان انت تذكر انت واخد الكود ده منين وبتشتغل عليه في ايه وعدلت ايه بالظبط فيه. البايثون بتعطي حاجه اسمها سكريبتنج لانجويج. سكريبتنج ده او كلمه سكريبت لانجويج المقصود بيها ممكن مثلا تران بروجرام في سنجل فايل، فايل مثلا اللي هو دوت تي اكس تي، الفايل التكست العادي جدا. انت ممكن الفايل زي ده بس باكستنشن مختلف بعد كده، يعني انت هتشوفه اسمه دوت باي، لو كتبت فيه بروجرام صغير خالص ده كده كانها بقت حاجه اسمها سكريبت لانجويج. ولكن ده مش معناه اللي هي ممكن يتم استخدامها في حاجات كومبلكس اكتر، لا عادي جدا احنا ممكن نستخدمها في حاجات كومبلكس. انا اسف معلش، ممكن نستخدمها في حاجات كومبلكس، ممكن نستخدمها في حاجات ايزي جدا. زي ما قلنا هي سكيلابل واوبجكت اورينتد. طبعا الناس الاكسبيرينسد شويه، انا عارف ان ممكن يبقى في ناس من يعني هاي سكول ما يعرفوش الحاجات دي. الاوبجكت اورينتد فيما بعد هتفهموه، لكن الفكره كلها اللي هو يعني نقدر نقربها بحاجه اللي هو يعني ببساطه شديده، لو انت حابب مثلا تخلي اللغه اللي انت بتكتب بيها دي تقدر تعمل بيها اوبجكتس، او بمعنى ادق تعمل مثلا بيها كومبوننتس، والكومبوننتس دي تقدر تتحرك بيها في اي مكان في الكود من غير ما تقعد تكتبه كل شويه، ده نقدر نقول عليه نوعا ما اوبجكت اورينتد. الفانكشنال ده معناه في يعني احنا هنشوف حاجه اسمها فانكشنز فيما بعد، في حاجه اسمها فانكشنال واي اوف كودنج اللي انت بتكتب الكود بتاعك از ا بيج فانكشن وجواه فانكشنز تانية صغيرين، دي برضه لسه هنشوفها. شركه جوجل طبعا من زمان وهي اوريدي بتستخدم لغه البايثون،
بايثون يعني دايس في كل حاجه، في الاوبريتنج سيستمز موجود، في الجرافيكال يوزر انترفيس موجود، في الويب ابلكيشنز موجود، في الامبيدد ابلكيشنز موجود، في الداتابيس بروجرامنج، الاي اي، ايمج بروسيسنج، ساينتفك كومبيوتنج عامه، او في الريسيرش. معظم البيبرز وخاصه في مجال الماشين ليرنينج، وحتى كمان يعتبر يعني في الوقت الحالي وفي الكام سنة اللي فاتوا دولت، يعني ممكن نقول السنتين ثلاثة اللي فاتوا، بيبرز كتيرة جدا في الكوانتم كومبيوتينج تم استخدام فيها لغة البايثون علشان تتعمل السيميليشنز بتاعت البيبر. يعني ف هي مهمة، ليها ابلكيشنز كتيرة قوي، سهلة جدا ان انت تتعلمها، انت حرفيا كأنك بتتكلم انجليزي، ما فيهاش اي تعقيد. وكمان يعني احنا هنشوف شويه قدام الالستريشن بتاع، حاليا في 2 رافعين ايديهم قبل بس ما ابتدي اخش في التفاصيل. في احمد علام، ثانيه واحده، انت دلوقتي ممكن تفك المايك بتاعك وتسال. مساء الكريم، اتفضل. شكرا على المجهود الجميل ده. انا بس كنت عايز اتاكد البرزنتيشنز في جوجل درايف او حاجه عليه، ولا انا ما استقبلتش اي حاجه ليها علاقه بجوجل درايف للبي دي اف دي اتحط فيها او البي بي تي دي؟ يعني هل حضرتك حابب البي دي افس نفسها، او يعني السلايدات نفسها نبعتها يعني؟ بيتهيألي افضل حاجه. هنشوف حضرتك النقطه دي، ويعني وهنرد عليكم في الايميل. يعني لسه انا ما اعرفش بقيه الزملاء والدنيا تمشي ازاي بالظبط يعني في النقطه دي، بس يعني على اغلب الظن هيبقى صعب شويه ان احنا نشير السلايدز نفسها، على اغلب الظن، بس لسه هتشوف يعني. اوكي تمام، شكرا لحضرتك. في اسراء السيد، ممكن دلوقتي تفك المايك او تفتحيه. عايز اسال، هو في سلايدز شغاله؟ علشان مش موجود عندي غير اللي هي وي ويل ستارت دي. لا، هستأذنك في حاجه، تعملي ساين اوت وجوين ان تاني، علشان يعني احنا مشينا شويه لقدام. تمام تمام معلش، فاعمل جوين يعني ساين اوت وخش تاني. تمام اوكي، شكرا لحضرتك. اوكي تمام. في حاجه اسمها اناكوندا، يعني طبعا الاناكوندا ده نوع من انواع الثعابين او السنيكس، وبرضو كلمه بايثون نوعا ما تعتبر نوع من البايثون، نوع من انواع الثعابين برضو. اناكوندا ده يعتبر برنامج شهير جدا، ويعتبر نوع من انواع الديستريبيوشنز بتاعت البايثون. بمعنى ادق، في برامج تانية على سبيل المثال، في حاجة اسمها باي تشارم، في حاجة اسمها سبايدر، بس سبايدر ده بيبقى جوه أصلا أناكوندا. في البايثون حاجة اسمها اي دي اي، كل دول ديستريبيوشنز بتسهل عليك اللي انت تستخدم لغة البايثون. طب احنا ليه استخدمنا أناكوندا، او يعني ليه السجستشن جه على أناكوندا؟ الموضوع ببساطة شديدة ان هو الانستولينج بتاعه سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل، ده رقم واحد. رقم اتنين، اوريدي بينزل وبيبقى معاه يعني حوالي 98% من الباكجز اللي انت ممكن تحتاجها، مش هتضطر ان انت تعمل سيت اب في اي حته في اي مكان، موضوع بسيط جدا. خاصه كمان لو انت يعني مهتم بالساينتفك كومبيوتنج، ماشين ليرنينج، او الاي اي، في ثواني هتقدر ان انت تبروتوتايب الايدياز بتاعتك، مش هتضطر ان انت تاخد وقت في اي حاجه. فوق كل ده كمان بيسهل عليك عمليه ان انت تكريت اكتر من كذا انفايرمنت جنب بعض، ودي برضو احنا هنشوفها دلوقتي على طول. وكمان يعني تقدر ان انت تستخدمه على الماك، تقدر تستخدمه على الويندوز، تقدر تستخدمه على اللينكس. ف يعني الديستريبيوشن بتاعه لطيف جدا. وفوق كل ده كمان معظم السيرفرات، او يعني الـ الـ او الـ يعني لو الناس الاكسبيرينس شويه اللي تبقى عارفه الموضوع ده، الكونتينرز اللي بتبقى موجوده زي مثلا على دوكر او وات ايفر السيرفيس اللي انت تستخدمها، بتبقى في حاجات جاهزه اصلا، او انفايرمنتس جاهزه بتبقى مبنيه على اناكوندا او على الكوندا انفايرمنت نفسها. فهو مشهور قوي،
ومن المفترض ان انت لازم يعني تعمل شويه اكسبوجر لنفسك ليه وتتعود عليه، ده لو انت حابب انك تستخدمه. فممكن بس الناس اللي عملت انستول لاناكوندا كده، يعني يا ريت لو يعني يريز يور هاند بليز. حلو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب في ناس كتيرة رفعت ايديها، في ناس لسه ما رفعتش، في ناس كتيرة للأسف لسه ما رفعتش. طيب ده شيء كويس، يا ريت كل الناس تنزل ايديها، يا ريت كل الناس بس تنزل ايديها علشان ما نتلخبطش. دلوقتي هنعمل كده حاجة بسيطة جدا، يعني هشير السكرين علشان الناس اللي لسه ما نزلتش الحاجة، بس جاست تشوف الموضوع سهل في الانستول والداونلود بتاعه، ما فيهوش أي مشاكل خالص. ثانية واحدة، هحاول دلوقتي اشير بس السكرين ذات نفسها مش السلايدز. ثانية، هل السكرين بتاعت جوجل كروم باينه؟ الو الو، تمام يا كريم، باينه اهو. تمام اوكي، ده المين ويب سايت بتاع اناكوندا. اوكي طبعا هم اوريدي عندهم اكتر من كذا برودكت، في حاجات للانتربرايزز والبروفيشنال سيرفيسز والى اخره. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا ناس بنحب الايه الاوبن سورس، الحاجه الفري اللي بتشتغل على طول. فنروح على الانديفيدوال اديشن. طبعا هو بيقعد يحكي ايه هو الانديفيدوال اديشن والكلام ده كله، وجايب لك على طول الايه داونلود. فبتنزل تحت تختار الديستريبيوشن او الاوبريتنج، قصدي الاوبريتنج سيستم بتاعك. فلو انت شغال سي على ويندوز هينزل لك على طول مباشره، يعني تدوس على ده اوريدي هيقوم عامل لك، هينزل لك يعني الفايل دوت اي اكس اي وترنه. لو انت شغال على ماك، يعني الناس اللي شغاله على ماك ولينكس المفروض نوعا ما تبقى يعني زي ما بيقولوا ايه، اتودكت شويه في الموضوع ده، والمفروض اللي هم يعني الدنيا تبقى ماشيه معاهم. وخاصة كمان يعني شابو للناس اللي شغالة على لينكس، يعني المفروض ان انت بتستخدمش اناكوندا، يعني الدنيا المفروض تبقى ماشية معاك ومظبط انت الانفايرمنت بتاعتك. بعد ما تعمل داونلود وتنزل كل حاجة وكل حاجة تبقى قدامك مظبوطة، عادي جدا. في يعني هنا بتكتب اناكوندا، ثانية واحدة، وبتروح على حاجة اسمها النافيجيتور. فاحنا الحمد لله فاتحين النافيجيتور. اول ما بتفتحه خالص بتلاقي في حاجه اسمها بيقول لك ايه applications on base root. طيب ايه البيز روت دي؟ دي المين انفايرمنت او الحاجه الاساسيه. هو بيبقى اوريدي منزل لك فيها ايه حاجات، مثلا زي جوبيتر لاب، جوبيتر نوت بوك، سبايدر كيو تي كونسول، شويه applications روعه جدا. في حاجات فيهم يعني الناس اللي شغاله في الداتا اناليسز ممكن مثلا ابسط حاجه يستخدموا حاجه زي جلوف فيجواليزيشن. ده بيسمح لك ان انت تعمل فيجواليزيشن للديتا بتاعتك، سواء لو انت شغال بقى على اكسل شيتس او شغال في اي حاجه تبع الاستاتستكس. دي نقطه. لو انت حابب تشتغل على الداتابيزز والداتا مايننج، فاورنج 3 ممتاز جدا للموضوع ده. زي ما قلت لكم في حاجه اسمها باي تشارم، ده برضو اي دي اي جميل جدا، فممكن تنزله. في لغه تانية اسمها ار، اوريدي اناكوندا بيسمح لك ان انت تنزل الار. الار معظم الشغل بتاعها تبع الديتا اناليسز والساينتفك كومبيوتنج اكتر، هي مش يعني ما تعتبرش لا بيتم استخدامها، او مش جينيريك بروجرامينج لانجويج، او ممكن تستخدمها في كل حاجه، هي سبيسيفيك لحاجات معينه. احنا كل يهمنا من الحاجات الكتيره دي ده جوبيتر نوت بوك، ده رقم واحد. ورقم اتنين احيانا ممكن نستخدم سبايدر، ده براحتك لو انت عايز تستخدمه، والكيو تي كونسول. بس كده ده اللي انت هتحتاجه، ودي الحاجة الاساسية. الباقي ده كده كله يعني كتر الف خيرهم هم منزلين لنا الحاجة دي اول نقطة. تاني نقطة، لما نيجي ندوس على الانفيرومنت، اول ما ندوس على الانفيرومنت دي كل الباكيجز او الموديولز الكتيرة اللي انا كوندا اوريدي منزلها لك. في حاجات كتيرة انت مش هتستخدمها، وهتستخدم بس حاجات قليلة جدا في البداية. فيما بعد هتبتدي تكتشف اللي هو يعني كتر الف خيرهم منزلين لك
يعني معظم الحاجات الاوبتمايزد لكل حاجه من غير ما يبقى فيه كونفليكت ما بين باكج والباكج التانيه. وعلشان برضو ما تقابلش بالنسبه ليك انت في الشغل بتاعك اي مشاكل في موضوع الباكجز، في حاجه هنا اسمها الشانلز. لو انت فتحتها انت الطبيعي عندك هتلاقي في حاجه اسمها الديفولت او ديفولت، ممكن بس اللي انت تعمل اد وتزود شانل اسمها انتل بس كده. لو انتوا دلوقتي لو الناس دلوقتي تقدر تعمل تفتح اناكوندا وتعمل الموضوع ده يبقى ممتاز. بعد ما تزود وتعمل اد للانتل جاست تدوس على ابديت شانلز وكنسل، متشكرين على كده. طيب لو انت مثلا عايز تبتدي تستخدم البرنامج بتاعك او تعمل بيه حاجه، رقم واحد في بعض الباكجز اللي احيانا زي ما قلت لك هو بينزل لك حوالي 98%. في مثلا باكج ممكن ما تنزلش او مش هتبقى موجوده، على سبيل المثال مثلا باكج مهمه جدا الا وهي اسمها كيسكت، ودي اللي هيتم استخدامها فيما بعد بكره وبعده وبعده، فيفضل برضو اللي انتم تشوفوا ايه اللي احنا هنعمله. اول حاجه يعني كليك شمال عادي جدا على، او لو انت شغال على اللابتوب جاست يعني تاب على العلامه بتاعت البلاي. في حاجه اسمها اسف معلش في حاجه اسمها اوبن تيرمينال، هتفتح هو مباشره هيفتح لك التيرمينال، ولازم تاخد بالك بس اللي هو ايه كاتب لك حاجه جنبها اسمها البيز. خد بالك كويس جدا من الموضوع ده علشان يعني ما تكتبش كوماند لاين تبوظ بيه حاجه في السيستم. فتاكد بس اللي هو ايه دي حاجه اسمها هو كده حاليا شغال جوه الانفايرمنت بتاعت البايثون. فلو انت حابب ان انت تنزل باكج جديده على سبيل المثال زي كيسكت، فاول حاجه بيب انستول كيسكت ابجريد ودوس انتر فقط لا غير. طبعا اليوزرز بتوع لينكس وماك حاجه زي كده احيانا بتتطلب حاجه اسمها سودو او يعني سوبرفايزد ادمنستريتور او يعني سوبر ادمن وات ايفر الاكستنشن بتاع، بس طبعا هيتطلب منك ان انت تدخل باسورد وكده. فانت اكيد طبعا سيستم حالك على الموضوع ده، او ممكن تكون انت مستخدم اوريدي فيرتشوال انفايرمنت من الخارج ملهاش علاقه بالسيستم من جوه، ف مش هيتطلب منك الباسورد يعني. طبعا هنا في اناكوندا لما انت محتاج باسورد ولا انت محتاج اي حاجه الدنيا معاك ماشيه زي ما بيقولوا ايه يعني في السكينه في الحلاوه، مفيش اي مشاكل خالص. هو نزل لك كل الباكجز الريكوايرد وكله تمام، مفيش اي مشاكل خالص، الدنيا كويسه جدا جدا جدا. و اهم حاجه في النهايه خالص تحت اوكي ثانية واحدة بياخد بس وقته على ما ينستول كل حاجة، معلش ثواني. أنا حبيت أعمل معاكم الموضوع لايف علشان لو لا قدر الله في أي مشاكل تقابلكم أو أي حاجة أديكوا شفت الدنيا، وفي نفس الوقت برضو إيه يعني كده كده الإيميل موجود ممكن تبعته أو حتى حاليا برضو وإحنا بنتكلم. ثانية واحدة نتأكد بس إن حاجة نزلت. أنت اتأخرت ليه؟ تمام successfully installed ها؟ تمام الحمد لله كده الدنيا تمام اوكي. طب انا ككريم دلوقتي عايز اتاكد ان فعلا الحاجه نزلت او يعني او بيقول لي successfully installed اوكي يعني ازاي ميك شور ان هو فعلا اللي هو فعلا يعني installed. في حاجه اسمها interactive python او اللي هي كانت حاجه اسمها QT console. الانتراكتيف بايثون ده لو ندوس عليه فبيفتح لي تيرمينال ثانيه، ثانيه واحده على ما يلود بس معلش ثانية. اه تمام. لما مثلا انت بتحب تكلم حد او مثلا في حد بعيد او في حد مش موجود فانت بتتصل بيه تجيبه تمام او بتنده عليه نفس الموضوع. او مثلا لو في حاجه معينه انت عايز تشتريها من بره فانت بتعمل حاجه اسمها امبورتنج او بتستورد. انت نفس الموضوع هنا، انت عايز دي دلوقتي انفايرمنت موجوده قدامك فانت عايز تستورد كيسكت او تجيب كيسكت عندك او تندهها يعني بمعنى ادق، فامبورت كيسكت. لو هو ما طلعلكش ايرورز فالدنيا تمام، لو طلع لك ايرورز يبقى انت في مشكله عندك في الانستوليشن وساعتها يعني هقول لكم يعني لو لا قدر الله لا حصل حاجه يعني، بس ان شاء الله مش هتحصل حاجه يعني مسهل.
وانت جاي تطول عشان في ميتنج ولا ايه؟ والله انا ما طلبتش تعمل مات بلوتليب خالص يعني، ما ده هو كيسكت بس. انا برضو اكسبيرينس كويس عشان تشوفوا برضو ان احيانا يعني الويندوز بيبقى رخم في المواضيع دي، لينكس احسن بكتير يعني. لينكس كان زمان الموضوع اتعمل له امبورت والدنيا مشيت معاك، ويندوز رخم شوية. بس لو يعني الكمبيوتر بتاعك ممتاز ف ان شاء الله خير يعني. في طيب على ما يخلص، على ما يخلص نرجع تاني لل لا خلص اهو خلص تمام. دلوقتي انا عملت امبورت للموديول، ما طلعليش اي ايرورز او اي حاجه. علشان نتاكد اكتر كمان ممكن اكتب كاسكت واقوم حاطط دوت. بعد كده بعد الدوت لو انا عايز اشوف ايه الحاجات اللي جوه الموديول ده او جوه اللايبراري دي، كل اللي انا هعمله في اللي هو في كده زرار في الكيبورد اسمه تاب. لما بدوس على التاب المفروض اللي هو بيطلع لي الحاجات اللي جوه بقى، التفاصيل بتاعتي والميثودز اللي انا ممكن استخدمها والكلاسز كل شيء. والحاجات دي عامه احنا هنشوفها مع بعض خاصه بكره يعني بشكل مفصل، وهنطول قوي فيها يعني. فدي معظم الحاجات او الحاجات الاساسيه اللي من بره بتاعه كيسكت كده. احنا الموديول بتاعنا اوريدي نزل، الانفيرومنت سليمه ما فيهاش اي مشاكل. يا ريت يا ريت يعني، واحنا لما نيجي ناخد بريك يا ريت تعملوا الخطوات دي اعاده تاني من اول وجديد يعني. طبعا لما نحب نقفل ده كانسل عادي. اوكي نفتح تاني هنا الاناكوندا، بتدوس على علامه البلاي، بتفتح حاجه اسمها التيرمينال. اوكي التيرمينال دي بتكتب فيها بيب انستول كيسكت، طبعا علشان احنا كنا منزلينه قبل كده فخلاص كله اوريدي ساتسفايد، الباكجز كلها موجوده مفيش مشاكل. طيب عايز تتاكد ان الدنيا تمام، بتفتح حاجه اسمها الانتراكتيف بايثون. فتحت الانتراكتيف بايثون، بياخد بقى شويه وقت بس المره دي المفروض يعني بعد اول مره المفروض الدنيا تبقى تمام يعني ما تاخدش وقت. المفترض ان ما تاخدش وقت، ما خدتش وقت. اوكي طبعا لو انت حابب ان انت تطلع بره او تقفل التيرمينال، في بدل ما تدوس مثلا على الاكس او كلوز، في كنترول دي يس وشكرا على كده. طلع هو بره الايه، طلع بره حاجه اسمها الانتراكتيف بايثون ورجع لك للتيرمينال الاساسيه نفسها يعني. دي شويه سكيلز كده انت غصب عنك هتحتك بيها وهتعرفها وانت ماشي يعني لوحدك، فمفيش مشاكل لو انت اتلخبطت فيها شويه دلوقتي. اتس اوكي الطبيعي ان انت تخبط، مفيش مشاكل وما تقلقش. وانا لحد دلوقتي هو بقالي بتاع حوالي 4 سنين يعتبر في المجال حتى بتاع الماشين ليرنينج بستخدم بايثون، ما زلت بتعلم حاجات جديده كل يوم، بتعلم حاجات جديده حرفيا كل يوم بمعنى كلمه كل يوم. فا اتس اوكي تماما اللي انت تغلط مره واتنين تلاته. اهم عامل في الموضوع ده البيشنس، لو انت مش صبور يعني لو بتقبل البلد مش هتوصل. فدي نقطه مهمه لازم تبقى حاططها في اعتبارك. نرجع للسلايدات بتاعتنا. ثانيه واحده بس ارجع للسلايدز. هي راحت فين السلايدز؟ معلش بس انا ممكن يبقى النت عندي بعافيه شويه فاستحملوني بس حبه يعني، ده تي ديتا. اوكي
تمام كده ظهرت السلايدز واضحة معاكم؟ تمام يا كريم. اوكي تمام. طيب لنفترض جدلا لا قدر الله اللابتوب بتاعك ضعيف، اللابتوب بتاعك مش قوي، اللابتوب بتاعك فيه مشاكل، اللابتوب بتاعك فيروس، اللابتوب بتاعك باظ خالص مش شغال، يعني وصلت اللي هو مش شغال. طب هل تقف؟ هل كده تكون بيتأمر عليك وما تشتغلش؟ لا لازم تشتغل. طب ايه الحل؟ في حاجة بسيطة جدا، حتى ممكن انت يعني دلوقتي كلنا اكيد معانا سمارت فونز، ففي حاجة اسمها جوجل كولاب. جوجل كولاب ده يعتبر جوبيتر نوت بوك، بس جوبيتر مش جوبيتر نوت بوك بقى عادية وخلاص، لا جوبيتر نوت بوك فيها اوبشنز جبارة. اول حاجة بيسمح لك ان انت يا اما حابب تشتغل على سي بي يو باك اند فاتس اوكي وده الديفولت، ممكن تشتغل على جي بي يو باك اند، فلو انت مثلا حابب ان انت تعمل ران لالجوريزم قوية جدا او حاجة تقيلة جدا، فطبعا الجي بي يو هيخليها ترن بسرعة. او في حاجة تالتة بقى اسمها تنسور بروسيسنج يونت، الا وهي التي بي يو. ايه التنسور بروسيسنج يونت دي؟ الفكرة ان في بعض الاوبريشنز عامة، او بمعنى ادق عشان نبقى دقيقين، يعني الضرب او الماتريسيز لما تضرب في بعضها، يعني الترمينولوجي بتاعها بيتحول لحاجه اسمها كيرنل برودكتس او الكيرنل اوبريشنز. في بعض الانستراكشن سيتس اللي ممكن تتحول، بدل ما احنا بنبقى شغالين باريز او ببوينترز، ممكن لا تتحول لتنسورز، وبيبقى ليها كورز معينه، مش شرط نفس الكورز اللي بتبقى موجوده في الجي بي يو او السي بي يو، بتبقى في كورز مخصصه للموضوع ده. طبعا ده بيسرع جدا 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 عمليه الـ على سبيل المثال التريننج مثلا للاي اي مودلز الكبيره. فجوجل كولاب بيوفر لك حاجه زي كده. طبعا انا عارف ان في ناس كتير هتسال في الجزئيه دي، فواحده واحده كده نبتدي ناخد الناس. انا قدامي في 4 رافعين ايديهم، ف أول واحد أحمد صقر، ممكن تفك المايك وتتكلم. أحمد صقر ممكن تفك المايك، بس اعمل unmute لنفسك. أحمد طيب أحمد مش موجود. طيب في عبد الرحمن هاني عبد الجواد، ممكن تفك المايك بتاعك وتتكلم. ايه الصوت واضح؟ واضح، اتفضل حضرتك. تمام. هو دلوقتي انا بنيجي نفتح التيرمينال ونكتب انستال تيست، ما بيدينيش الامر او ما بينزلش الحاجه، ايه السبب؟ بيب انستول، بي اي بي، بيب انستول، بيب انستول. اوكي تاني كده، pip install pip. ركز بس تاني، pip install pip. نكتب pip install وبعدين اكست. بالظبط كده. تمام، شكرا لحضرتك. في مارسيل عزمي، مارسيل ممكن تتكلمي؟ لو سمحت انا نزلت، انا كنت نافيجيتور ومش بيفتح. بمعنى ان انا نزلته امبارح وجربت انزله تاني النهارده، وانا كنت نافيجيتور مش بيفتح معايا، مش عارفه ليه. طب هو حضرتك شغاله اوبريتنج سيستم بتاعك ايه؟ ويندوز. ويندوز كام يعني؟ 64. ويندوز 7 ولا 8 ولا 10 ولا 10؟ تمام. طيب حضرتك نزلتيه امبارح، عملتي له ان انستول وبعديها نزلتيه تاني؟ طيب في ايرور معين بيظهر لك؟ لا، هو ما بيفتحش اصلا اي حاجه. حلو قوي. جوجل كولاب بقى ان شاء الله هيحل لك الموضوع ده، طالما ايه انا كنت ايه مش عايز اشتغل، ما تقلقيش يعني الامور كلها هتبقى مجابه. فانتظريني بس اخلص بقيه الاسئله وهنشوف جوجل كولاب سوا، هتلاقيه سهل وبسيط وما فيهوش مشاكل. اوكي تمام ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا. نعم. في مصطفى محمد. دكتور لو سمحت، يعني بالنسبه ل
الفيديوهات دي هتكون متاحة بإذن واحد أحد عشان بإذن واحد أحد هي حاليا تمام هي حاليا حضرتك هي ريكوردد ده رقم واحد رقم اتنين بإذن الله هيتم يعني رفعها تباعا على الصفحة على الفيسبوك وإن شاء الله يعني في المستقبل إن شاء الله هتبقى موجودة على اليوتيوب. طيب بالنسبة للمكتبات اللي شغالة في الكوانتم كمبيوتر إيه هي المكتبات اللي بتشتغل في البايثون؟ اوكي يعني حاليا اللي موجوده او اللي احنا هنتعامل بيها ان شاء الله كيسكت. في حاجات تانية برضو يعني زي ما دكتور احمد يونس تفضل وقال في السيشن اللي فاتت في حاجه تانية اسمها سيرك تمام. في ان شاء الله في الانفايتد توكس هيبقى في ناس هتتكلم اكتر واكتر عن 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 باكجز تانية. وانت كل يعني لو حبيت تكتب على النت وكتبت بس كوانتم سوفت وير جاست اكتب كوانتم سوفت وير على جوجل هتلاقي حاجات كتيره جدا. يعني على سبيل المثال جوليا ذات نفسها فيها لايبراري اسمها ياو. مكتبه معينه في الشرح؟ نعم الشرح لازم في شرح. شرح الايه بالظبط؟ معين معلش الصوت حضرتك بيقطع. للمكتبات الشرح للمكتبات قصدي. اوكي حضرتك هو بالنسبه لحته شرح المكتبات والجزئيه دي يعني لسه هنشوفها لقدام ازاي. يعني انا هقول لكم ازاي مثلا لما تبقى في مكتبه معينه ازاي اللي انت تقدر تخش وتشوف النوتس بتاعتها فستيب باي ستيب. بس شكرا لحضرتك. في محمد سميح ممكن تفك المايك بتاعك دلوقتي؟ محمد سميح ممكن تفك المايك؟ ممكن تفتحه؟ اوكي فيما بعد. في شفاء صح؟ يا رب اكون نطقت صح. شفاء ممكن حضرتك تفك المايك؟ لو سمحت في الكول يعني هو بيديني ديسك سبيس محدودة والرامات محدودة برضو لو انا محتاجة ازود. اوكي والله انا لسه هدخله والله فواحدة واحدة بس انا اهم حاجة عندي بس الجزء بتاع انا كنت ده الناس فهمت المفروض تعمل فيه فكولاب هنتكلم فيه كمان لحظات قليلة يعني. اوكي نلور الهانس بعد كده عشان طيب جوجل كولاب. دلوقتي علشان جوجل كولاب نفتح كده سوا جوجل كولاب ثانية اشير السكرين فين اشير السكرين اوكي هل شايفين السكرين بتاعت كولاب دكتور احمد او ضحى هل شايفينها؟ يا كريم تمام تمام ممتاز. بكل بساطه انت ممكن دلوقتي تفتح جوجل كل اللي هتكتب فيه جوجل كولاب جاست يعني زي مثلا جوجل كولاب وتدوس انتر هو هيجيب لك كل حاجه دي ده رقم واحد. يعني اول لينك هتشوفه على طول افتحه ده بتاع جوجل كولاب مش هتلاقي حاجه تانية ده رقم واحد. رقم اتنين جوجل كولاب عامل بالظبط زي حاجه اسمها جوبيتر نوت بوك او زي الابلكيشن اللي انا كنت بينزله لك. فلنفترض جدلا زي ما قلت لك ان الكمبيوتر بتاعك لا قدر الله بايظ في مشاكل في اي حاجه إن كانت اي مشكله فيه مش شغال لبن يعني اي كانت المشكله حصلت فانت ممكن تفتح كولاب سواء من لابتوب تاني او حتى من تليفونك الشخصي. انت ممكن تفتح كولاب عادي من تليفونك الشخصي ده رقم واحد. رقم اتنين الانفايرمنت بتاعتك اوريدي متحمله على سيرفر تبع شركه جوجل فانت مالكش دعوه خالص بالهاردوير. يعني هتقول ازاي انا هرن حاجه على التليفون؟ لا التليفون ما بيرنش حاجه التليفون بس كتر الف خيره الشاشه بتاعته تبقى كبيره شويه وبيسمح لك اللي انت تكتب لا اكتر ولا اقل. فدي ميزه جميله جدا. تاني حاجه في حاجه هنا اسمها ران تايم. ران تايم لما
تفتحها بتخش على حاجه اسمها تشينج ران تايم. هو هنا بيسمح لك ان انت تجرب حاجه اسمها هاردوير اكسلريتور. فاما تستخدم النون هنا بالنسبه لي او الديفولت بالنسبه لي اللي هو السي بي يو. في حاجه تانية اسمها الجي بي يو زي ما اتكلمنا عليها اللي هي جرافيكال بروسيسور بروسيسنج يونت، وفي التي بي يو اللي هي تنسور بروسيسنج يونت. بالنسبه لنا احنا وبالنسبه يعني الباقي السكول او حتى لو انت بتجرب حاجات بسيطه فالنون ده ممتاز وكويس ما فيهوش مشاكل، ويفضل ان انت تستخدم النون او اللي هو السي بي يو لسببين. السبب الاول كل شويه هتلاقيه بيطلع لك يعني نوتيفيكيشن انت ما بتستخدمش الجي بي يو في اي حاجه خالص، فبعد اذنك ممكن يعني تسويتش وترجع تاني للسي بي يو. ده رقم واحد. رقم اتنين احيانا بيبقى في موضوع نوعا ما بيبقى اوفرلودد او في اوقات ممكن يبقى كراودد على السيرفرات بتاعت جوجل. فبكل بساطه ممكن تلاقي يحصل ايه لو انت شغال مثلا على حاجه معينه او في نص الرن بتاعها مره واحده تلاقي السيرفيس وقعت بيعمل ريستارت، النوت بوك مش شغاله كويس، هتلاقي كده في جليتشات غريبه بتطلع لك فمش لطيف. فما ترخمش على الناس، وفي نفس الوقت حاول انت يعني استخدم الحاجه اللي على قدك. فبالنسبه لنا ككريم لما مثلا بحب اعمل بروتوتايبنج سريع مش محتاج ان انا اشغل اللاب عندي او اللي انا ارهقه او ان كان، فبدخل على جوجل كولاب وعلى نفس الديفولت بتاعي اللي هو الران تايم السي بي يو او النم. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنا جوجل كولاب مدي لك حوالي 12.7 جيجا بايت فري رامات. يعني انا اللاب بتاعي حاليا شغال عليه 8 جيجا بايت رام. تخيل انت لما تبقى شغال على حاجه فري حجم الرامات بتاعتها 12، فده شيء ممتاز. رقم واحد. رقم اتنين، بيسمح لك ان انت تابلود ديتا عنده لحد ماكسيمم كام؟ 107 جيجا بايت. 107 جيجا بايت ممكن ترفع ديتا عليه. طب ترفع ديتا عليه فين من الحته دي؟ تقوم واقف هنا upload to session okay. وتختار الفايل اللي انت عايز تعمل له upload okay. يعني فيما بعد كولاب ليه مميزات وحاجات كتيرة جدا يعني، واستخداماتها لا حصر لها بصراحة، خاصة للناس اللي هتبقى شغالة في الماشين ليرنينج، ولكن هو بيسمح لك ان انت تعمل حاجات كتيرة. المين لانجوج اللي انت بتستخدمها طبعا البايثون، ولكن في شويه هوكابس او حاجات صغيره ممكن تعملها. ممكن ترن عليه سي، ممكن ترن عليه سي بلس بلس، ممكن ترن عليه جافا، ممكن ترن عليه اي لانجوج تانية، بس هي الفكره كلها هترنها ازاي ومنين فقط لا غير. دي حاجه. الحاجه الثالثه الجوبيتر نوت بوكس، واللي انا كل شويه عمال اتكلم عليها، بقت حاليا نقدر نقول عليها اللي هي بقت عامله زي سلايدات كده البي دي افات او الجوب او الباوربوينتس. ليه مثلا حاجه زي اللي انا واقف عليه هنا اهو، ولو هقوم ايه انا كل انا عملته دبل كليك، فهو هنا فتح لي ايه اللي انا ممكن اقوم حاطط ايمج واحدد الهايب بتاعها والويتس والسورس بتاعي عباره عن ايه، فيقوم مطلع لي الايكون دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو انا عايز اكريت هيد بمعنى ادق عنوان، فيقوم جايب لي واتس كولابوراتوري. لو انا عايز اكتب كلام مثلا او شرح فيقوم مطلع لي الحاجات دي. لو انا مثلا عايز اخلي حاجه بولد والكلام ده، طبعا اللانجوج دي او طريقه الكتابه دي حاجه اسمها مارك داون لانجوج. في الاول هتسترخمها شويه ولكن فيما بعد هتبقى سهله، لان هي في النهايه تسمح لك ان انت تشرح حاجه معينه انت عايز تقولها. فعلى سبيل المثال دي كده سيل، اللي بعدها سيل تانية برضو. ثانية ننزل شوية تحت عشان تبقى الحاجة باينة. دي سيل تانية. اوكي. هنا انت عملت التو ستارز دولت بيخلوا لك الكلمة تبقى بولد، والشباكين دولت لو انت مثلا شلت شباك على سبيل المثال فهو كبر لك شوية حجم الـ getting started. وده بيأثر معك في ايه؟ لما تيجي تطلع فوق في table of contents خلى getting started تبقى موجودة فوق خالص. طيب لو انا مثلا خليتها double section خلاهم كلهم تحت بعض، بمعنى ان انت ممكن تعمل head تحتيه sub head تحتيه sub head تالت ورابع وخامس براحتك تماما، تقدر تشتغل زي ما انت عايز. قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت اللانجوج نفسها او في البايثون ذات نفسه، ياريت لو انت دلوقتي تقدر تفتح جوجل كولاب وتشوف كده الدنيا، وتحاول مثلا سي ترن اول سيل، ترن اول سيل بمعنى
انك تدوس على علامة البلاي دي اوكي ويظهر لك 86400 فانت كده تمام الدنيا شغالة معك مفيش مشاكل. فيما بعد وانت لو حابب ان انت تتفرج على كولاب والتفاصيل بتاعته والحاجات اللي موجودة فيه ممكن ده اللينك ده هيوديك مباشرة على اليوتيوب. طبعا هل انا ككريم كتبت الجوبيتر نوت بوك دي او انا عملت الحاجة دي؟ ابدا والله. طيب كل اللي انا عملته نرجع تاني خالص لورا اخر حاجة خالص. انت اول ما بتفتح كولاب بيظهر لك الحاجات دي اللي انت شايفها قدامك. طب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي لو انت مثلا سايق في الماضي يعني او في الماضي القريب يعني زي مثلا فتحت او كتبت جوبيتر نوت بوكس ورفعتها على جوجل كولاب فهيظهر لك الحاجات الريسنت. بيقدم لك هو الراجل كتر الف خير والله حاطط لك اكزامبلز ازاي تكتب مارك داون, ازاي مثلا تعمل بلوتينج للتشارتس في كولاب, ازاي تعمل لو انت مثلا عندك ديتا على الجوجل درايف بتاعك ازاي تقدر تحملها وتشتغل عليها, لو انت مثلا عايز تعمل كويري للبيج داتا سيتس تتصرف ازاي, انت محتاج تشوف الفيتشرز بتاعت كولاب. كل دي جوبيتر نوت بوكس ممكن تفتحها وتتعامل عليها. ممكن انت مثلا في جوبيتر نوت بوك معينه تبقى موجوده على جوجل درايف بتاعك زي مثلا لو انت عندك يعني ممكن بكل بساطه لو في جوبيتر نوت بوك موجوده على حاجه اسمها جيت هاب. جيت هاب ده عامل زي بالظبط فيسبوك بس بتاع السوفت وير بروجرامرز الناس الجيك بقى والنيردز والكلام ده. ممكن في جوبيتر نوت بوك هناك جاست يعني كوبي اللينك وبيسته هنا وهو مباشره هيريتريف الفايل وهيعرف هو موجود فين وهيعرضه لك على طول. طيب لو احنا مثلا بنديفلوب حاجه لوكالي وعايز تعمل لها ابلودنج جاست تشوز الفايل وتختار من عندك من جوه الجوبيتر نوت بوك اللي انت عملتها وترنها على كولاب. ف يعني هو ممتاز جدا 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 بصراحه يعني. وممكن تعمل كل ده وانت شغال على التليفون لو لابك بايظ يعني لو الدنيا قفلت بيك واللاب بايظ تمام فتليفونك ممكن يسمح لك ان انت تشتغل وتبروتوتايب بسرعه. فزي ما بقول كده حاول توش يور سيلف تو ذا ماكسيمم وتكسبلور يعني نيو باوندريز لان التكنولوجيا حاليا بقت مسهله لك خالص الموضوع ده. انا عارف كان في كام حد كان عايز يسال على جوجل كولاب فهل في اسئله حاليا حد حابب يسال على حاجه ولا لا او في اي حاجه انا قلتها عامه لحد قبل ما نبتدي نخش في البروجرامينج نفسه؟ حد حابب يسال اي اسئله يرفع ايديه. اوكي شيفاء ممكن حضرتك ترفع او ممكن تفتح المايك اتفضلي. بالنسبه برضو لان انا ازود رامات بالذات يعني ان في حاجات زي الايمج بروسيسنج تبقى عايزه رامات كتير مفيش تمام. انا ازود رامات تمام. بص حضرتك ممكن وحضرتك وانت بتراني مثلا النوت بوك زي في الجوريزم معينه او حاجه او واتيفر او في داتا معينه مثلا او احيانا حتى في بعض ممكن ليه لا في بعض الكوانتم اكسبيرمنتس ممكن تبقى عدد الكيوبيتس كبيره جدا فهت اوكيباي لارج سبيس اوف رام ف ممكن ال 12 جيجا بايت ما يكفوش احيانا على حسب بقى على حسب اللود والضغط اللي بيبقى موجود على السيرفرات ممكن جوجل تلاقيها مره واحده كده راحت مطلع لك نوتيفيكيشن هل انت حابب ان احنا نزود لك الرامات بتاعتك ل 25 جيجا بايت ولا لا. فدي انت وحظك بقى فيها يعني احيانا بتيجي احيانا لا. انا مره قبل كده حصلت لي 3 مرات من اصل بتاع حوالي 30 او 40 مره نستخدم فيها كولاب ف يعني هي بالحظوظ فانت وحظك في الطريق. ده فلوس جوجل لا الحركه دي فور فري ولكن حاليا كولاب ابتدى يقدم بعض الديديكيتد سيرفيسز بتاعته بفلوس ولكن حاليا يعني هي افيلبل باس لليو اس ريزيدنتس موجوده بس جوه الولايات المتحده الامريكيه ما لسه ما طلعوش بره يعني. اوكي هل كده الاجابه اجابه السؤال واضحه؟ ماشي تمام شكرا لحضرتك. اوكي في يوسف جابر حضرتك ممكن تفتح المايك. السلام
ايوه تعال اتفضل حضرتك. حضرتك سامعني؟ اه سامعك والله. انا دلوقتي بس عايز اسال، احنا المفروض لما نكتب الكود اللي هو هيبقى اللي فيه الكوانتم سيميوليشن او كده اللي هو هنستخدم كيسكت والحاجات دي كلها، مش المفروض احنا هنعمل سيميوليشن ده مثلا على الاي بي ام كلاود او حاجه اصلا هتعمل هي البروسيسنج؟ اوكي برضو سؤال حضرتك في ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف دلوقتي الافضل ان انا استخدم الاناكوندا ولا الجوجل كولاب، ولا احنا اصلا لما نيجي نعمل السيميوليشن هنستخدم حاجه تانية زي الاي بي ام كلاود او كده؟ يعني انا لما احب ابراكتس مع نفسي استخدم ايه اصلا، ايه الافضل حاجه؟ اوكي تمام هجاوب على حضرتك. دلوقتي يعني على سبيل المثال انت لما بتحب تعمل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا لو انت بتستخدم كلنا طبعا بنستخدم سيم مسنجر او واتساب او واتيفر البرنامج اللي احنا بنستخدمه، هل انت علشان تفتح يعني تفتح البرنامج وتكتب الرساله هل انت بتحتاج السيرفر بتاع فيسبوك في شيء؟ ما بتحتاجوش في شيء، انت كل ده شغال على الموبايل بتاعك. وانس اللي انت بتبتدي تدوس على كلمه سند بتبتدي الرساله بقى ايا كان هم بيشفروها ما بيشفروهاش بيخزنوها عندهم ماتيفر السكيورتي ماشيه ازاي، بتبتدي انت تستخدم سيرفرات زي مثلا لو نفترض جدا بتاع فيسبوك او ماتيفر السوشيال ميديا بلاتفورم اللي انت شغال عليها. وانس اللي انت استخدمت الجزء بتاع السيرفر بتروح الناحيه الثانيه عند اليوزر، هل اليوزر لما بيجي يشوف الرساله قدامه هل اليوزر برضو بيحتاج السيرفر؟ لا، هي نزلت خلاص على التليفون واتحطت على الكاش ميموري بتاعت التليفون او الرام او واتيفر اللي بتتسجل فين، ممكن يبص عليها في اي وقت. فانت بتحتاج السيرفر عامه في اي حاجه في حياتك سواء بقى كوانتم كلاسيكال واتيفر، انت بتحتاجه لفتره معينه علشان يقوم بوظيفه معينه. نفس الموضوع وانت عندك هنا في سواء في المدرسه او فيما بعد في الريسيرش بتاعك، انت بتديفلوب الجوريثم معين او بتديفلوب مثلا سيميوليشن معين او ايا كان. السيميوليشن ده انت بتكتبه عايز تكتبه على اللابتوب بتاعك باستخدام اناكوندا اوكي، عايز تستخدمه عايز تكتبه على كولاب اتس اوكي براحتك. طيب وانس اللي انت هتبتدي تجرب تقول والله ايه انا عايز ارن الحاجه دي بدل ما رنها على سيميوليشن عادي او بدل ما رنها مثلا لوكالي عندنا انا تمام، لا انا عايز اجرب اللي انا ارنها على سيرفر كوانتم حقيقي، فالمفروض بقى اعمل ايه؟ ساعتها ان شاء الله اللي هو باذن واحد احد باذن الله يعني بكره هتشوف ازاي اللي انت وانت بعد ما تديفلوب الحاجه لوكالي او زي مثلا ما انت بتستخدم اللابتوب بتاعك لو عندك اناكوندا شغال اتس اوكي، او لو انت مثلا حابب تشتغل على جوجل كولاب برده براحتك مفيش مشاكل لو اللابتوب بتاعك مش يعني مش بيسعفك اوكي. بعد ما تخلص الديفلوبمنت بتاعتك بيبقى في كوماند لاين كده بسيط خالص بتعمل ايه، بتسند الاوبريشن بتاعتك بتروح على السيرفر بتاع او كوانتم سيرفر او الكوانتم كمبيوتر بقى بمعنى ده عند اي بي ام، بيرن الاكسبيرمنت بتاعته بيخلصها وبعد كده بيريترن الريزلت وبيرجعها لك بيقول لك اتفضل الريزلت بتاعتك اهي. بس فا ايا كانت الطريقه اللي انت تشتغل بيها فانت بتديفلوب الاول الحاجه عندك ايه لوكالي، بتكتب بتكتب الالجوريثم بتاعتك او السيميوليشن بتاعك ايا كان اللي انت عايز تعمله لوكالي الاول، لوكالي بمعنى عايز تستخدم اناكوندا براحتك، عايز تستخدم كولاب براحتك، عايز تستخدم برنامج ثالث براحتك، وات ايفر اللي انت عايز تعمله مش فارقه كتير. لكن وانس اللي انت قلت ايه بدل ما برن الحاجه كسيميوليشن او ككلاسيكال سيميوليشن لا انا عايز ارنها على كوانتم هاردوير حقيقي، فانت بيبقى فيه كوماند لاين معين بتستخدمه تبعتها لاي بي ام وهم بيردوا عليك على طول، يعني على حسب لو ما فيش ضغط عليهم في السيرفرات بترترن لك على طول. بس كده هل انا كده جاوبتك على السؤال ولا انا كنت عايز اعرف احنا فعلا هنعمل سيميليشن على كوانتم كمبيوتر ولا لا؟ فخلاص تمام فهمت. تمام شكرا جدا لحضرتك. اوكي شفاء انت سالتي على النظام بس هل في حاجه تانية ممكن شفاء لو حابه ان انت تسالي تاني؟ ايوه معلش في الاناكوندا اتاكد ازاي ان انا نزلت الكيس كيت؟ طيب بصي
انا اسف بس عشان انا يعني مش كل شويه هروح واجي اوكي، فاحنا ممكن وانا مكمل لقدام كده كده احنا هنجرب دلوقتي حاجه كده هتخلينا اللي احنا نشوف الباكجز تانية وحاجات تانية بطرق مختلفه، فعلشان بس ما افضلش رايح جاي على نفس النقطه انا اسف معلش. اوكي هل في حد تاني حابب يسال قبل ما نبتدي الموف اون بقى للبروجرامينج نفسه؟ ممكن انا ممكن اسال انا. اتفضل. بالنسبه لحضرتك انا لو عايز احمل ملفات موجوده معايا بدل ما احملها على الكمبيوتر بعد كده ارفعها، او الطريقه اللي انا ارفع الملف نفسه؟ صوتك بيقطع جدا. كده صوت كويس. انا بالنسبه لي عايز ابعت الملف، انا دلوقتي عايز ابعت الملفات بتاعتي على الكلاود، ايه الطريقه اللي ابعتها بيه، وازاي احمل من موقع تاني احمل البيانات بتاعتي واجيبها على الـ على الـ على جوجل على جوجل كولاب؟ اوكي بص حضرتك هقول لحضرتك على حاجه، اول ما بتفتح كولاب هتلاقي كده يعني في الاكزامبلز اللي هو حاططها لك ازاي اللي انت تستخدم اكسترنال داتا، حاول انت تبص على التوتوريال ده وامشي وراه هتوصل للي انت عايزه. انا يعني انا متاسف ان ده فعلا اوت اوف سكوب خالص، تمام؟ يعني لو احنا هنقعد نشرح في ده احنا ممكن نقضيها لحد المغرب. معلش كريم، استاذنك يا كريم ان انا بقاطعكم، بس معلش يا جماعه، يعني هنا واضح ان الليفلز اوف اكسبيرينس مختلف، واضح ان في ناس مجربه وعندها مشاكل، فاحنا لو استمرينا في هذا النقاش احنا هنقلب كاستمر سبورت مش سكول، فخلي الاسئله اللي بهذا الشكل في الاخر لواحد عنده جرب وعنده مشكله. خلينا نسمع السيناريو السموث الاول وبعد كده نسمع الاسئله الحاجات اللي فيها مشاكل، عشان بس ايه يعني اعتقد ان احنا ضيعنا وقت كتير في الحته دي، معلش على المقاطعه يعني. لا لا يا دكتور، الف شكر حضرتك، الف شكر. ثانية واحدة نشير ال تاني، لسه هرفع تاني الحاجة من رايف. ثانية واحدة تمام. احنا كده يعتبر خلصنا الجزء البيزكس بتاعت البايثون، فممكن احنا نخش الاول على الكومبلكس نمبرز واللينير الجبرا، وبعد كده في النهايه خالص نضم كل يعني نطبق الكونسبتس اللي احنا هنشوفها في البرمجه على اللينير الجبرا مره واحده. فيفضل ان احنا نبتدي الاول بالكومبلكس نمبرز ونراجع كده على حاجات خفيفه. طبعا هو ال المراجعة الموجودة دي يعني في الأول إحنا أو بمعنى أدق يعني الجروب كان حاطط يعني تارجت معين في دماغه اللي هو يراجع على توبكس معينة، ولكن بما إن في ناس كتيرة قالت يعني أو لقينا الناس يعني من هاي سكول وكده، فحبينا اللي إحنا نبتدي بفيري فيري لو ليفل ونبتدي نبيلد أب بحاجات يعني حاجات بسيطة لحد ما نوصل يعني لليفل كومبلكس شوية، بحيث اللي احنا نقدر نبتدي تاني يوم بهدوء وفي نفس الوقت نسهل المهمة لبقية الدكاترة وبقية البريزنترز اللي هيبقوا موجودين بكرة ان شاء الله وفي الايام القادمة. ف بدأ زي بدء النمبر ثيري او نظرية الاعداد. النمبر ثيري يعني احنا ممكن نكون او يعني احنا كلنا درسناها بشكل مجزأ شوية على مدار السنوات بتاعت المدرسة وحتى كمان في الجامعة،
بدايه اللي احنا فهمنا يعني ايه اعداد طبيعيه واعداد صحيحه والكسور، وبعد كده في السنوات المتقدمه ابتدينا ندخل على الكومبلكس نمبر سواء في الثانويه العامه او في الجامعه. الكومبلكس نمبر او الاعداد التخيليه يعني بدات لما قالوا ايه، لو احنا عايزين نجيب جذر السالب واحد، جذر السالب واحد عامه ما ينفعش لا يبقى هو بوزيتيف 1 او ماينس 1، ده رقم واحد. رقم اتنين يعني هو نوعا ما نقدر نقول عليه اللي هو undefined، مش ملوش زي ما بيقول ملوش كبير كده، او مش مفهوم له هو رايح فين وجاي منين. فاحلى حاجه قالوا ايه، احنا نحط له quantity او يعني notation كده لطيف وظريف اللي هو ايه حرف الاي. واحيانا في بعض الكتب وفي بعض وحتى كمان في البايثون يعني هم بيستخدموا النوتيشن اللي هو الجي بدل الاي. طيب لما مثلا سي عايزين نقول السكوير روت بتاع جذر السالب 25، فطبعا جذر السالب احنا عارفين اللي هو باي او بالجي، جذر ال 25 ب 5 دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا في الاكزامبل اللي هو بي، لو انا عندي مثلا سكوير روت ل ماينس 16 على 9، فطبعا الماينس هيطلع بالاي، بعد كده 16 على 9 السكوير روت بتاعه 4 على 3. ف اي هوب ان بس ان دي تبقى مفهومه. انا عارف ان ممكن تبقى في ناس في من الثانويه ممكن ما يكونوش لسه اخذوا حاجه زي كده، فالموضوع وما فيه ان انت عندك في 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 ترم او في حد تحت الجذر انت مش 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 عارف تجيب له الروت بتاعه، مش عارف تجيب السكوير روت بتاعه او اللي هو الجذر التربيعي بتاعه، فده شيء مش 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 منطقي نوعا ما في اللي انت درسته. ولكن هي ليها حل، الا هو اللي احنا نعتبر ان في كوانتيتي او 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 سامبل مثلا بنرمز له بالاي او بالجي، وفيما بعد دي ليها يعني ليها حاجات كتيره جدا او تطبيقات كتيره جدا. ولو يعني الناس حابه او بالنسبه يعني الناس الصغيره اللي حابه اللي تعرف اكتر عن الموضوع ده، في يعني بالنسبه لنا ككريم يعني تاني اجمل ايكويشن في حياتي اللي هي اويلرز ايكويشن. ايكويشن جميله جدا، شوفها هتلاقي إليجنت قوي وصغيره جدا، ولكن يعني بتحمل في طياتها كثيرا من المعاني سواء من الناحيه الفيزيكال او من الناحيه الماثماتيكال. يعني بعد كده ازاي اللي احنا بنعمل ادنج وسبتراكشن للكومبلكس نمبرز. ببساطه الكومبلكس نمبر احنا ممكن نعرفه على ان في هو جزء ريل او حقيقي زي مثلا اللي هو السي او مثلا الاي، ده عشان احنا عندنا تو كومبلكس نمبرز. وفي اللي هو الايماجينري بارت بتاعه بيبقى الاي مضروبه في الرقم. فعلى سبيل المثال مثلا كاكزامبل احنا عندنا هنا ايه، ده كده كله على بعضه اسمه كومبلكس نمبر، ف1 بلس اي ده كده كله على بعض كومبلكس نمبر. الجزء الريل بتاعه بواحد والجزء الايماجيني بتاعه باي او اللي هي اي مضروبه في واحد. احنا عايزين نجمع، فاحنا بنجمع الريل بارت مع بعضه وبنجمع الايماجيني بارت مع بعضه، فبتطلع على ايه 1 زائد 3 ب 4 و1 زائد 1 ب 2 وبتضرب في الاي. انت ست يعني ما فيهاش حاجه صعبه دي. والسبتراكشن برده نفس الموضوع، يعني الاثنين واحد ما فيهمش مشاكل. بعد كده طيب لو انا عايز اعمل multiplication، المultiplication زي برضو ما بتعمل multiplication between two terms، الA هتتضرب في الC وبعد كده الA هتتضرب في الterm الimaginary كله على بعضه، بعد كده الIP في الC، بعد كده الIP بتتضرب في الID. طبعا لازم تاخد بالك من امر مهم زي ما هتشوف مثلا زي في الاكزامبل اللي تحت ده، ان لما الI بتتضرب في الI بتدي لك سالب واحد. ليه؟ لان احنا قلنا فوق في السلايد اللي فاتت ان جذر سالب واحد باي، فاي تربيع هتبقى بسالب واحد. اوكي، فالناس اللي مش عارفه الموضوع ده يعني تاخد بالها من دي، اي تربيع بسالب واحد لان الجذر بتاعها باي. ف ده اكزامبل بسيط جدا على المالتيبليكيشن. بعد كده في كونسبت كده اسمه الكونجيجيشن. اوكي، او للاسف الشديد الترم بالعربي عندي رايح، نسيت الكونجيجيشن بقى كلمه كونجيجيت بالعربي او حاجه يعني كانها مثلا المقابل ليه او ممكن دكتور المرافق هو تمام المرافق بتاعه. الفكره كلها في الكونجيجيشن ايه، لو انت مثلا عندك النمبر بتاعك او الكومبلكس نمبر بتاعك مثلا زي a بلس اي بي، الكونجيجيت بتاعه هتبقى
A minus IP just اللي انت بتغير الساين قدام الـ قدام الايماجينري بارت بتاع النمبر and that's it لا اكتر ولا اقل. طب لو دي كانت ماينس هتخليها بلس وشكرا على كده. دي الفكره بتاعه الكونجكيشن ودي برضو ليها استخدامات كتيره قوي خاصه في الكوانتم و سواء كان كوانتم فيزيكس او يعني كوانتم كومبيوتنج يعني. طبعا في هنا خاصيه جميله اللي هي المودولس بتاع الكومبلكس نمبر هو عباره عن ايه النمبر مضروب في الكونجكت بتاعه تحت السكوير روت. اوكي نكمل. طيب لو انا عندي كومبلكس نمبر او تو كومبلكس نمبرز وعايز اعمل ديفيجن انا ازاي هقسم على اي؟ دي مشكله. ففي حركه كده لطيفه اللي انت بتضرب في الكونجكت بتاعه فوق وتحت زي مثلا هنا في الاكزامبل ده زي مثلا عندك زد 1 على زد 2 فزد 1 على زد 2 في زد 2 على زد 2 بس الكونجكت ذات نفسه. فكاكزامبل بسيط على الموضوع ده 1 على الاي هتساوي 1 على الاي في ماينس اي على ماينس اي اعمل الاوبريشن بتاعتك في النهايه خالص هتطلع لك بماينس اي. وهنا دي بروبرتي يعني لذيذه ان انت مثلا زي لما بيبقى عندك كومبلكس نمبر تحت لما بيجي يطلع فوق او الاي عامه لما تيجي تطلع فوق بتطلع بفيز مختلف او بتطلع بنيجاتيف 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 ساين. ودي برضو ليها يعني عامه في اللينير الجبرا ليها ابلكيشنز في الكوانتم برضو ليها ابلكيشنز وفي ديفرنت فيلدز يعني في الماثماتكس ليها ابلكيشنز حته الفيز دي يعني. بعد كده ده بالنسبه للكومبلكس نمبرز. قبل ما اخش بس في الفيكتورز والحاجات دي هل في اي حاجه بخصوص الكومبلكس نمبرز حد عايز يسال عنها؟ انا عارف ان هي انترو بسيطه جدا بس يعني هي نوعا ما ممكن ما يكونش حد اخذ باله من الموضوع او ممكن يكون نسيه. فهل في اسئله في النقطه دي؟ الحمد لله ما فيش اسئله. اوكي طيب اللينير الجبرا الاساس بتاعها ان انت بتدرس فيكتورز او بمعنى ادق متجهات تمام. والفكره كلها او يعني الفيكتورز يعني هي كماثيماتيكال اوبجكت هي مهمه جدا في مثلا في حاجه زي ماشين ليرنينج رقم واحد. رقم اتنين هي مهمه جدا جدا في الكوانتم كومبيوتنج ان فيما بعد احنا هنشوف ان الكوانتم ستيتس اصلا هتتحول تبقى يعني الكوانتم ستيت دي تعتبر از ا فيكتور انت بتتكلم از ا فيكتور او حاجه اسمها ايجن فيكتور. اوكي الفيكتورز ذات نفسهم يعني ممكن احنا نعتبرهم يعني مجموعه فيكتورز مع بعض ممكن يكونوا حاجه اسمها فيلد او سبيس والسبيس ده ممكن يبقى ليه شويه كاركترستكس معينه او خصائص معينه ممكن تتعامل عليها. ممكن تجيب الزوايا ما بين فيكتور وفيكتور تاني في امور كتيره جدا ممكن تعملها. والفيكتورز ممكن يبقوا ريل نمبرز او ممكن يبقوا كومبلكس عادي جدا في ده وفي ده تمام. بتطبق عليهم برضو نفس الحاجات بتاعت الملتيبليكيشن بتاعت الاديشن بتاعت السكيلينج في يعني ليها امور كتيره يعني. النوتيشن عامه لو الناس اللي ما تعرفش او يعني لسه ما درسوش الفيكتور عامه بيتحط كده فوقه سهم صغير واحيانا بيتحط تحته سهم واحيانا السهم لا بيبقى لا فوق ولا تحت ولكن السيمبل ذات نفسه بيبقى بولد بيبقى يعني بدل ما بيبقى رفيع بيبقى بولد الخط بتاعه يعني. احنا عندنا اكتر من كذا نوع من الفيكتورز في حاجه اسمها جيومتريك فيكتور في حاجه اسمها بولينوميالز في حاجه اسمها اليمنتس اوف ار. الار دي يعني لو تفتكروا كده زمان درسنا في المدرسه اللي هي الفين دايجرامز او السيتس او المجموعات. فزي مثلا انت عندك مجموعه مكونه من n dimension او من n elements مثلا فالn ده ممكن يبقى بلا نهايه ممكن يبقى 5 ب 6 ال dimensions بتاعتك فبراحتك. فممكن يبقى يا اما حاجه اسمها geometric vector زي مثلا زي تحت لو احنا عندنا مثلا vector x and vector y ال summation بتاعهم يبقى عباره عن vector z او vector z ده اسمه geometric vectors او representation بتاع ال vectors ممكن يتعمل بالمنظر ده بمنظر او باستخدام الجيومتري. طبعا يعني دي كانت تعتبر البدايات بتاعتنا مع الفيكتورز في الثانويه العامه. بعد كده في
حاجه ودي ادفانسد شويه على وهي البولينوميال اكسبريشن اللي انت الفيكتور بتاعك او الفانكشن بتاعتك ممكن انت تعملها ريبريزنتيشن as a vector in the space. فممكن say مثلا الفانكشن بتاعتك تبقى x تربيع, فالشكل الفيكتور بتاعك هيبقى عامل على انه حرف u لفوق, او ممكن مثلا whatever, او مثلا straight line فممكن يبقى بالمنظر ده, او ellipse او whatever الشكل اللي انت عايز تعمل له plotting. فانت عندك هنا اسمه ده polynomials ليها كاركترستيك زي ممكن انت تجمع تو فانكشنز مع بعض, ممكن تعمل لها سكيلينج, ممكن تعمل ديفيجن, اتس اوكي بتعيش براحتك خالص. اخر حاجه بقى ودي النوتيشن بقى اللي هو ايه نوعا ما متعرف عليه يعني, الا هو ايه الاليمنتس اوف ار تو ذا باور اوف ان, او بمعنى ادق اللي انت زي مثلا عندك يعني على سبيل المثال ده هنا بيسموه حاجه اسمها كولوم فيكتور. كولوم فيكتور ده بينتمي لسبيس والسبيس ده الدايمنشن بتاعته 3, انت عندك 3 elements تمام. ممكن انت تعمل اديشن عادي 1 زائد 1 بيساوي 2, ممكن تعمل سكيلينج تضرب الفيكتور ده كده كله في 5, ف 5 في 1 بقى 5, 5 في 2 بقى 10, 5 في 3 15. يعني الموضوع ده بقى يعني واضح وصريح. ولكن هنا في هو نوعا ما قد يبدو اللي هو سؤال وجودي, ولكن هو سؤال مهم للاسف احنا ما بندرسوش بالتفصيل في المدرسه, ولكن يعني ليه امبليكيشنز كتيره جدا, وفيما بعد يعني في السكول ممكن تفرق معاك وانت بتتخيل شكل الستيتس وهي بتتحرك على حاجه اسمها بروكسفير, ودي ان شاء الله هنشوفها بكره. يعني هو السؤال ده يعني ممكن تحسه لو وجودي, ولكن اللي هيجاوب عليه ان شاء الله هيبقى ليه سربرايز لطيفه في نهايه السكول. ايه هو الفيزيكال مينينج بتاع ماتريكس مالتيبليكيشن؟ انا مضرب تو ماتريسز في بعض, او حتى بلاش تو ماتريسز, لو بضرب مثلا فيكتور في سكيلر زي بالمنظر ده, ايه الفيزيكال مينينج بتاعي؟ يعني اللي يعرف الاجابه ممكن يرفع بس ايده. فادي عبيد, اوكي تمام فادي اتفضل. والضرب الفيكتور في سكيلر بيزود الطول بتاعه بمقدار السكيلر ده, يعني لو ضربته في 2 مثلا هيبقى الطول بتاعه يوصل للدبل. اوكي ايه الفيزيكال مينينج بقى بتاعي؟ لا مش واخد بالي الفيزيكال مينينج بحيث ايه بقى. ايوه يعني طب مثلا حاول ان انت تعمل لها مثلا بروجكشن او اسقاط مثلا على مثال. يعني انت كده قلت الماثيماتيكال ديفينيشن او يعني الماثيماتيكال انتويشن بتاعها, وده صحيح انا مش هختلف معاك, ولكن يعني ايه الفيزيكال مينينج من ورا الموضوع ده؟ يعني على سبيل المثال حضرتك يعني في جامعه ولا اتخرجت ولا لسه هاي سكول ولا ايه بالظبط؟ اتخرج اكيد. تمام حضرتك متخرج يعني كليه ايه؟ كمبيوتر ساينس. حلو قوي. لما انا مثلا يعني نيجي نتكلم على الايمج بروسيسنج, حلو اكيد عدت عليك الايمج بروسيسنج صح؟ تمام حلو قوي. لما نيجي نقول ان احنا عندنا مثلا على سبيل المثال بنعمل ريسايز للصوره مثلا. تمام الاوبريشن دي او بلاش ريسايز للصوره عشان دي تاريخ شويه. لو انا مثلا بغير الكالر بتاعي, الكالر بتاع الصوره بغير بعمل فيه اي حاجه, يعني زي مثلا بزود شده الاضاءه او بقللها او ايا كان, وبغير مثلا التمبريتشر بتاعه الالوان, ايه اللي بيحصل بالظبط للميتريكس من جوه؟ اللي بيحصل ان كل نمبر منهم بيتضرب في السكيلر ده. مش مستوعب السؤال. طب بص هو انا يعني انا يعتبر اديتك الاجابه, ف بزود الانتنسي بتاعه الكالر مثلا. ايوه الفيزيكال مينينج بقى بتاع ايه؟ لا مش واخد بالي. طب خلاص طب نشوف حد تاني في مرام. ثانيه واحده معلش. هو شكرا طبعا ليك يا فادي, شكرا جدا لحضرتك. رام ممكن لا ثانية فين المايك؟ هو ممكن تتكلمي دلوقتي مرام؟
بيحصل ترانسفورميشن. حلو، ادي نص الاجابه. النص الثاني لينير ترانسفورميشن، لما بضرب حاجه او بغير في الترانسفورميشن بتاع الفيكتور. اها تمام، كملي بقى. ايوه يعني انت كده قلتي نص الاجابه. طيب هقول لكم على حاجه كويسه، يعني اعتبروا ده اكسرسايز كده كده المفروض يعني جالكم على الايميلات التايم تيبل والكلام ده كله، فعلى نفس الايميل جاست ريبلاي عليه. ريب بس وانت بتريبلاي او يعني لو انت هتكريت ايميل جديد السبجكت بتاعه زي مثلا يبقى داي 1 اكسرسايز 1. تمام، ده علشان بس الوقت، يعني ده السبجكت بتاع الايميل. وقول لي ايه هو الانتويشن بتاعك على الانتربريتيشن بتاع يعني ايه، انا بضرب ماتريكس في ماتريكس او ماتريكس في فيكتور، اللي بيحصل بالظبط. وزي مثلا يعني تفضلت مرام وقالت اللي ده برضو، هي قالت كلمه مهمه جدا، لينير ترانسفورميشن. واي از ات لينير ولينير تو وات، او يعني بمعنى ده هو ليه لينير ولينير بالنسبه لايه، وهل ممكن يبقى نون لينير بالنسبه لحاجه ثانيه. فبرضو دي اسئله مهمه وممكن تنشط تفكيرك في امور كتيره جدا ممكن تكون انت عادي جدا اخدتها وذاكرتها وامتحنت فيها وجبت فيها درجات وايه ده، لا في 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 وضع مريب، انا اول مره اخد بالي من الحاجات دي. فسيرش على الموضوع ده وحاولوا ان انتوا يعني على النهارده مثلا سي نخليها سي ديدلاين مثلا سي على الساعه 12 بالليل. فزي ما قلت لكم السبجكت يا ريت يبقى داي 1 اكسرسايز 1، اي سبجكت تاني هيتحط في الجنك ومش هيتشاف. فبليز خدوا بالكم من النقطه دي، ويا ريت يعني ابهروني بقى بالانسرز بتاعتكم. استاذنكم بس تعملوا لور الهاندز علشان الوقت ونكمل. اوكي، في شويه فيكتورز كده مشهورين او معروفين، يعني في حاجه اسمها زيرو فيكتور، في حاجه اسمها يونت فيكتور، في حاجه اسمها سبارس فيكتور. الزيرو فيكتور ده هو عباره عن ايه؟ فيكتور فيه سفور، مش محتاجه يعني. اليونت فيكتور ده الفكره كلها ان يعني هو بي كومبوزد اوف ا سنجل اليمنت، والسنجل اليمنت ده عباره عن واحد. طب والباقي كله سفور. تمام، وطبعا ده دي ابلكيشنز كتيره جدا، ومن اهم الابلكيشنز بتاعته حاجه اسمها النورم. يعني في مثلا النورم الثاني والاول، واحيانا في النورم الثالث والرابع، وفي النورم الزيرو. يعني في حته النورم دي ان شاء الله بكره واحنا بنبص كده على الكوانتم ستيتس لازم دايما تبقى يقولوا ايه، او ممكن كمان النهارده ممكن نتكلم فيها لو الوقت يسمح، حاجه اسمها ان الكوانتم ستيت تبقى نورمالايزد او السكند نورم بتاعها بواحد. ايه الحكمه يعني؟ دي حاجه مهمه. بعد كده في بقى حاجه اسمها سبارس فيكتورز، يعني ده للناس الانترستد قوي، يعني في يعني على سبيل المثال زي بعض الايمجز زي اسمها ايه يا ربي، ال سي تي ايمجز اللي هي الصور بتاعه الاشعاعات بتبقى شبه سودا، في حاجات بتبقى جراي وفي حاجات بتبقى بس بيضه. طب كل الحاجات السودا دي هل انا هدخلها في الكمبيوتيشن بتاعتي او لا؟ هل انا مثلا هعمل عليها اوبريشن؟ ملهاش لازمه. فتبقى في بعض يعني specialized algorithms بتبقى متخصصة اللي هي ازاي تتعامل مع السبارس matrices او السبارس vectors. تمام، وخاصة السبارس vectors بدل ما هي ما تoccupy space على الرام او على يعني الميموري بتاعتك كمان تستهلك وقت، انت ممكن انت تتخلص منها بطريقة كويسة. على جانب الاخر في برضو في الكوانتم سيميوليتورز من جوه، احيانا انت الستيت بتاعتك زي مثلا عندك 32 كيوبيت مثلا يعني، فلنفترض جدلا ان السيميوليشن بتاعك شغال على 32 كيوبيت، الكيوبيت الواحد الريبريزنتيشن باور بتاعته او القوه بتاعته اللي هو بيقدر يريبريزنت تو كلاسيكال بيتس. فلو انت عندك 32 كيوبيت فانت عندك 32 اس 2 احتمال. اوكي، تخيل 32 اس 2 هو بسم الله ما شاء الله رقم كبير قوي يعني. فتخيل مثلا انت شغال على كوانتم ستيت حوالي نصها صفار، فالسيميوليتر بتاعك هو شغال، هل يتيك انتو كونسيدريشن كل الصفار دي ولا يحاول يهندل الدنيا بحيث ان هو يحافظ لك على النمري وفي نفس الوقت يطلع لك نتيجه مظبوطه؟ فدي برضو من الابلكيشنز المهمه للناس، يعني في مجال في الكوانتم كومبيوتنج اللي هو كوانتم سوفت وير ذات نفسه، اللي انت تبقى يعني كوانتم سوفت وير انجينير، ازاي اللي انت تبني السيميوليتر وازاي اللي انت تعمل حاجه اسمها كومبايليشن للسيركت. دي برضو حاجات هنشوفها ان شاء الله بكره، يعني بكره اليوم هيبقى دسم شويه بالنسبه للانفو بتاعت
كوانتم سيميليشن والسيركت والحاجات دي يعني. فحته السبارس فيكتورز هي ممكن تكون اول مره سمعتها ولكن ليها بلاوي كتيره من ورا يعني. لو انت مش عارف اديك عرفت، ولو انت عارف ممكن يعني ده مجرد ريفريشنج بس بسيط، ازاي بتجمع فيكتورز مع بعضها. فعلى سبيل المثال لو انت عندك فيكتور مثلا زي اكس وواي وعايز تجمعهم، فلازم الاثنين يبقوا نفس الشيب، ما ينفعش مثلا واحد يبقى فيكتور الاليمنتس فيه 5 والتاني مثلا يبقى فيه 1 او 2، لا الشيب لازم يبقى او بمعنى اخر نفس السايز علشان تجمعهم ويطلع لك نفس الحاجه. طبعا في بروبرتيز مشهوره تحت اللي هي حته الكوميوتيتيف والاسوسييتيف، لو انت بتزود زيرو ايه اللي هيحصل، لو انت طرحت فيكتور من نفس يعني حاجات بسيطه يعني. فيكتور في سكيلر مالتيبليكيشن ايه اللي بيحصل لما بتيجي تضرب مثلا فيكتور في سكيلر، والخصائص بتاعه عمليه الضرب دي برضو يعني. الحاجات دي هل حد عنده مشاكل في الحاجات دي او لسه ما يعرفهاش؟ الحمد لله مفيش عنده رفايد الحمد لله. طيب في نبتدي بقى نخش كده في ايه، في ترمينولوجي كده ايه مهم شويه، الا وهو الدوت برودكت، واحيانا بيتقال عليه الانر برودكت. كلمه انر برودكت دي تعتبر الكلمه الاعم والاشمل شويه للدوت برودكت. تمام، الانر برودكت ممكن يبقى او علشان ما نلخبطش الدنيا شويه، بكره ان شاء الله بعد ما نعمل كده او يعني بعد ما نعمل فيجواليزيشن للستيتس هنبتدي نشوف ليه كلمه انر برودكت اعم واشمل من كلمه دوت برودكت. الدوت برودكت عامه ممكن نستخدمها مع فيكتورز صغيره، الانر برودكت بتبقى ممكن تتكلم مع ستيتس او ماتريسيز كبيره شويه. ده يعني علشان كده بقول الانر برودكت حاجه اعم شويه من الدوت برودكت. طبعا حرف التي ده اللي موجود دي حاجه اسمها ترانسبوز. فعلى سبيل المثال لو انت هتعمل عندك تو فيكتورز اللي هو اكس وواي وعايز تضربهم الاثنين في بعض، تمام، طبعا ده ترانسبوز. فالترانسبوز بيحول الكولوم لفيكتور، الكولوم ده بيتحول لفيكتور زي ما هو. فعمليه الضرب بتبقى كالاتي: سالب 2 في 4، بعد كده سالب 2 بقى سالب 2 في 4 معلش، وزائد 2 في سالب 3، هيطلع لك في الاخر ايه؟ سالب 14. او زي ما انت شايف هنا xy x1 في y1 plus x2 في y2. ده الدوت برودكت العادي جدا اللي احنا كلنا عارفينه، ما فيهاش اي صعوبات ما فيهاش اي مشاكل. هل حد عنده اعتراض على الحته دي او متلخبط في حاجه ولا الدنيا تمام؟ الحمد لله. طيب طبعا ماتريكس اديشن يعني ما اظنش اللي هتبقى فيها حاجه غير، بس خدوا بالكم ان وحتى وانتم بتكتبوا في البروجرامنج، انا يعني متعمد اللي انا جايبه ان انا ذات نفسي ككريم انا احيانا بغلط ومثلا عايز اجمع حاجتين مع بعض ما باخدش بالي ان انا في اوبريشن معينه عملتها غيرت السايز او الشيب بتاع الماتريكس، فعشان كده شكرا ما هيديني ايرور، ببقى بشد في شعري مش عارف في ايه لحد واقول يا ربي طب السايز اتغير امتى او ايه اللي حصل. فناخد بالنا ان بس اهم حاجه لازم الشيب يبقى واحد او السايز يبقى واحد. وعمليه الجمع بسيطه يعني، انت بتجمع الاليمنت الاولاني بالاليمنت الاولاني في الماتريكس الثانيه وذاتس ات يعني، ما فيهاش حاجه يعني. برضو السكيلرز ممكن تتضرب في الماتريسز برضو، ما فيهاش مشاكل. في ماتريكس الفيكتور طبعا في كده حركه زمان كانوا ولحد دلوقتي انا شغال عليها. مثلا يعني لو انا عندي ماتريكس 2 في 2 اوكي، يعني 2 روز و2 كولومز وعندي فيكتور، فلازم الشيب بتاعي يبقى عامل ازاي؟ لو انا الماتريكس مثلا سي على الشمال هنا 2 في 2 والفيكتور هنا قدامي يبقى عباره عن سي مثلا 2 في 1، علشان كده الرقم اللي هيبقى موجود هنا هو نفس الرقم اللي هيبقى موجود جوه. الاوتبوت بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ عن 2 في 1 الشيب بتاعي اللي هيبقى طالع، زي مثلا على سبيل المثال هنا اهو الاكزامبل اللي موجود تحت. فده الماتريكس فيكتور مالتيبليكيشن او دوت برودكت ما بين ماتريكس اند فيكتور يعني. اي ثينك اللي هي نوعا ما سهله، انت بتضرب الرو في الكولوم بعد كده الرو في الكولوم وبتجمع وبتطلع لك النتيجه في النهايه. طب ليه طلعت 2 في 1؟ لان انت عندك الماتريكس دي 2 في 2 وده 2 روز و1 كولوم بس. بعد كده عندك بقى الماتريكس ماتريكس مالتيبليكيشن او بمعنى ادق اللي انت
اسمه ده او زي ما بيقولوا كده ايه اللي هو الدوت برودكت ما بين تو ماتريسز. اهم حاجه وانت بتعمل ملتيبيكيشن ما بين تو ماتريسز ان عدد الكولومز اللي موجوده في الماتريكس اللي على الشمال بيساوي عدد الروز اللي موجوده في الماتريكس اللي على اليمين علشان الدنيا تظبط معاك وانت بتعمل عمليه الضرب. عكس كده في البروجرامنج هتطلع لك مشاكل وهيدي لك ايرورز ان في مس ماتش في الدايمنشن وانت شغال، مستحيل لا تطلع معاك، ولو طلعت معاك تبقى يعني زي ما بيقول كده يعني بعد ما بنراجع مع بعض في الامتحانات هتبقى دي هبده يعني كبيره. ف just يعني as a refresher خد بالك من الدايمنشنز بتاعتك وانت بتجمع وبتطرح وبتطرح وبتضرب الكلام ده كله. بعد كده في حاجه اسمها الماتريكس ايدنتيتي او الايدنتيتي ماتريكس. الماتريكس دي لطيفه جدا وجميله جدا ويعتبر يعني شبه موجوده في ابلكيشنز كتير، اكثرها حاجه اسمها الايجن دي او بلاش ايجن، يعني ممكن نقول الديكومبوزيشنز بتاعت الماتريكس. يعني ايه الديكومبوزيشن بتاعت الماتريكس؟ تبقى ماتريكس كبيره قوي قوي زي مثلا 16 16 وانت عايز يعني تعصرها وتنزل منها كده ماتريسز صغيرين، فده بيسموه الديكومبوزيشن. فايه علاقه الايدنتيتي بالموضوع؟ الايدنتيتي هنا بيتم استخدامها في اللي انت ايه بتعمل كونديشنز، بتشوف مثلا زي ان الماتريكس الصغيره اللي طلعت دي هل مثلا لما بيجي يضربوا في بعض بيطلعوا لك الايدنتيتي في الاخر ولا لا، طب بيحصل فيها ايه، او ويعني وليها حاجات كتيره جدا يعني كاستخدامات بعيدا عن الديكومبوزيشن. على سبيل المثال الايدنتيتي عندك دي كده اي 3، لو انت عندك اي 4 تبقى ماتريكس 4 في 4، والدياجونال اليمنتس او القطر اللي موجود هنا دايما بواحد والباقي كله صفار، دي الايدنتيتي ماتريكس. يعني من ضمن الحاجات المهمه في الايدنتيتي ماتريكس الا وهي الانفرس. لو انا مثلا عندي ايكويشن زي الايكويشن اللي هي ax equal y اللي هي الايكويشن دي لو انتوا شايفين الماوس ax equal y وانا عايز اجيب ال x، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه اللي انا بشوف الـ لو انا متاكد ان انا اقدر اجيب الانفرس بتاع الماتريكس A، فطبيعي الانفرس بتاع الماتريكس A مضروب في الA نفسها هيديني الايدنتيتي اللي احنا لسه شايفينها من شويه. فاول ما اضرب علشان احل مثلا ايكويشن بالمنظر ده، معلش انا اسف على الراجل اللي ماشي بالشارع ده انا الصوت لو وصل لكم. المهم معلش ثانيه واحده بس عشان الدوشه دي تحدي، معلش ثانيه واحده. تمام انا معاك. الفكره كلها ان انت هتضرب الطرف اليمين والطرف الشمال، هتضرب في الانفرس بتاع الاي، طبعا الانفرس بتاع الاي في الاي مش عارف الراجل اللي عايزه، تضرب في الانفرس بتاع الاي تضرب الاي في الانفرس في الانفرس بتاعه فهيدي لك الايدنتيتي. الايدنتيتي طبعا مش هتاثر في الاكس بحاجه، وهيتبقى لك الايكويشن اللي في النهايه دي اللي هي الاكس بتساوي الاي انفرس او الانفرس اوف اي مضروب في الواي. لما تضرب الاثنين دول في بعض في النهايه خالص هيطلع لك الاكس. معلش ثانية واحدة بس الدوشة دي تعدي، أنا آسف. معلش يا كريم، هو الميزة في الأونلاين إن أنت بتعرف أسعار الخضار في الأماكن الأخرى فما تزعلش يعني. تمام يا دكتور عادي مفيش مشاكل، بس هو الراجل بس يعدي ونكمل على طول. تمام الحمد لله الراجل مشي. فيعتبر ستريت فورورد ابلكيشن للايدنتيتي هنا اللي هو اللي انت مثلا وانت شغال في لو انت مثلا عندك سيستم اوف لينير ايكويشنز وعايز تحله، فالايدنتيتي دايما بتظهر معاك في وانت ماشي هتلاقي الايدنتيتي بتظهر احيانا برضو. يعني دي كانت من الحاجات اللي احنا كنا حابين ان احنا نتكلم عنها، ولكن يعني علشان مراعاة للليفلز المختلفة مثلا زي زي اللي انا اجيب الايجن فاليو والايجن فيكتور والحاجات دي، برضو الايدنتيتي هنا بيبقى ليها عامل مهم. نخش على اللي بعدها او اخر حاجة او لا مش اخر حاجة، في حاجة اسمها الهادمارت برودكت. في الاول كلمه هادمارد يعني كده كده احنا ان شاء الله هنشوفها بكره. الهادمارت جيت
حاجه اسمها هادمارد جيت. الهادمارد جيت دي يعني اللي كان فيها ديبيت حلو في السنه اللي فاتت، بتقدر اللي هي تحط الكيوبيت او يعني الكوانتم اركتكتشر بتاعك في حاله السوبر بوزيشن. لكن كلمه هادمارد ده عالم اصلا، وكان دي طريقه او يعني هو قال ان في برودكت معين متسمي باسمه. يعني ايه هو البرودكت ده؟ اللي هو الاليمنت وايز برودكت. مثلا عندنا تو ماتريسز وبنعمل اليمنت وايز برودكت. ايه الاليمنت وايز؟ لو مثلا عايز اضرب ده في ده بس، 0 في 1 هيطلع لي ب 0، 2 في 3 هيطلع لي ب 6، 1 في 2. ده الهادمارد برودكت بكل بساطه، ما فيهوش تعقيدات تاني ولا اي شيء، ده الهادمارد برودكت. فيا ريت ما تعملش ميكسينج ما بين الهادمارد برودكت او الاليمنت وايز مالتيبليكيشن بالهادمارد جيت. دي حاجه وده حاجه تانية، ده رقم واحد. رقم اتنين برضو يعني فور يور انفو، يعني انا كان نفسي ان انا اتكلم في الموضوع ده بس انا عارف كانت هتسحب وقت رهيب. الهادمارد عامه جيت او الماتريكس بتاعه الهادمارد ذات نفسها تعتبر دي البدايه بتاعه حاجه اسمها كوانتم فورير ترانسفورم، او لو الناس درست ايمج بروسيسنج او سيجنال بروسيسنج هتبقى عارف ان في حاجه اسمها فورير سيريز وفورير ترانسفورم. ف اول حاجه او بدا ان زي بدء يعني لو انت عندك كيوبيت واحد وحطه في سوبر بوزيشن، فالهادمارد جيت دي كده تعتبر ايه؟ انت كده كانك عامل فورير ترانسفورم على كيوبيت. ده يعني اسمبل از ات از، يعني ده رقم واحد. رقم اتنين الفورير سيريز عامه او الفورير ترانسفورم سواء في يعني كحاجه كلاسيكال لو انت ما تعرفهاش ضروري جدا تشوفها تعرفها وتسمع عنها، لان شبه موجوده في معظم الالجوريزمات اللي موجوده في الكوانتم، وخاصه عن يعني عن الالجوريزم الشهير اللي الدكتور احمد تفضل واتكلم عنها النهارده في بدايه الانترو اللي هي بتاعه الانتجر فاكتورايزيشن. هي كلها على بعضها من جوه الروتينز الاساسيه بتاعه الالجوريزم مبنيه على فورير ترانسفورم. يعني كل حاجه بالتفاصيل بتاعتها مبنيه على فورير ترانسفورم او كوانتم فورير ترانسفورم بمعنى ادق. ف لو يعني لو تقدروا اللي انتوا تبصوا على الفورير، او لو انت درسته ونسيته ارجع له تاني، مهم والابلكيشنز بتاعته في غايه الاهميه سواء كحاجات كالكولس او كلينير الجبرا. يعني يعني حبيت بس اكد تاني، احنا شفنا الترانسبوز بالنسبه للفيكتورز، طبعا في ترانسبوز برضو بالنسبه للماتريكس. لو انا مثلا عندي ماتريكس، الماتريكس دي الشيب بتاعها نقدر نقول اللي هو 3 في 2 تمام. انا اسف معلش، ده 3 في 2. لو انا عايز اقلب الماتريكس دي فانا احول الصف اللي هو 1 2 لعمود، فبقى 1 2. طب اقلب الصف اللي بعديه لعمود او كولوم، يبقى 3 4 وهكذا 5 6 اقلب العمود. فده الترانسبوز. والاوبريشن بتاعت الترانسبوز ده يعني او الترانسبوزنج يعني في غايه الاهميه، خاصه واحنا عايزين مثلا زي نكالكوليت الحاجه اسمها اكسبكتيشن فاليو بعد كده في البراول كيت نوتيشن، يعني هنشوفها ان شاء الله قدام شويه ممكن النهارده، وهنشوفها كتير جدا 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 بكره. يعني فحته الترانسبوز دي يعني لو انت ما تعرفهاش اديك عرفتها، ولو نسيتها ادي يعتبر كريفريشر. يعني اخر حاجه كده في يعني في بدون ما ندخل في تفاصيل معقده جدا في الماثماتكس كتير، في حاجه اسمها يونيتري ماتريكس. واليونيتري ماتريكس ليها صفه مهمه جدا، لا انت لو ضربتها في يعني اللي احنا هنتكلم على ريل ماتريكس ما فيهاش اي كومبلكس نمبرز اللي هي يعني بوينت نمبر 1، لو انت ضربت الماتريكس في الكونجكت بتاعها هتدي لك الاي، في الكونجكت ترانسبوز بتاعها هتدي لك الاي. اوكي انا اسف معلش، لو انت هتضربها في الكونجكت ترانسبوز بتاعها او لو هي ما فيهاش كومبلكس نمبرز، لو انت عملت لها ترانسبوز وضربتها في الترانسبوز بتاعها هتدي لك الاي. دي بتسمى يونيتري ماتريكس. يعني لو انت زي مثلا عندك لنفترض عندك ماتريكس اي، ماتريكس اي وات ايفر اللي موجود جواها، لو انت عملت لها ترانسبوز وضربت الاوريجينال في الترانسبوزد فيرجن وادي لك الايدنتيتي في الاخر، فدي اسمها يونيتري ماتريكس. طيب لما بنيجي نتكلم في الفيزيكال سيستمز او بمعنى ادق في الكوانتم ميكانكس بشكل ادق، يعني
لو انت ضربت الكونجكت ترانسبوز او بيسموها الهرميشن اجوينت اوكي وبيبقى الرمز بتاعها حاجه اسمها الدجر او اللي هو الخنجر تمام. لو انت ضربت الكونجكت ترانسبوز فيرجن في الفيرجن الاصلي وطلع لك بقى ايدنتيتي فدي اسمها يونيتري ماتريكس. يونيتري ماتريكس ليها يعني خصائص وليها بروبرتيز مهمه يعني يفضل يعني ان شاء الله احنا كده كده واحنا ماشيين بكره مش عايز اسبق الاحداث وفي نفس الوقت الكونتنت ما يكونش تقيل قوي تبقى بس حاجه خفيفه النهارده عشان انا عارف جزء البروجرامنج يعني كان في ناس يعني في الفورمز كانوا كاتبين يعني الليفل البروجرامنج ما كانش عالي. ف معظم الجيتس اللي احنا هنشوفها او معظم بمعنى ادق عشان تتقلب كلمه صح في الكوانتم ميكانكس بدل ما بنقول مثلا فانكشن احنا بنقول على الفانكشن اوبريتور. معظم الاوبريتورز اللي احنا هنتعامل معاها بكره ان شاء الله ونبقى فاهمين يعني ايه اوبريتور والكاركترستكس بتاعت الاوبريتورز لينير اوبريتورز رقم 1 رقم 2 معظمهم يونيتري ما عدا بس في حاله واحده اللي هي حاله الميجرمنت ما بتبقاش يونيتري او الاوبريشن نفسها ما بتبقاش يونيتري. بس يعني ده دي النقطتين المهمين يعني انا عايزكم تكونوا عارفينها بخصوص حته اليونيتري ماتريسيز يعني. بعد كده اخر حاجه خالص بقى عندنا الا وهو التنسور برودكت. طبعا احنا شفنا الدوت برودكت العادي بعد كده شفنا الاليمنت وايز برودكت. في بقى حاجه اسمها التنسور برودكت. ايه هو التنسور برودكت ده؟ لو انا مثلا ده اكزامبل واضح وصريح عليه. لو انا عندي ماتريكس موجوده هنا اهو مثلا A و B و C و D وعندي ماتريكس ثانيه وكلها مثلا برايم او عليها ستار وعايزه اعمل حاجه اسمها تنسور برودكت او بيسموه كرونيكر برودكت اعمل ايه؟ بكل بساطه بيجيب الاليمنت الاولاني وبضربه في الماتريكس الثانيه كلها على بعضها فبيقوم طالع لي بالمنظر ده. بيبقى مثلا زي مثلا لو كان 2 ف2 بتضرب في الماتريكس دي وبيتحط هنا كانه سكيلر يعني ماتريكس سكيلر برودكت مع بعض كان ده بقى سكيلر وبنضربه في الماتريكس دي. بعد كده البي نفس الموضوع الناحيه الثانيه والسي والدي. فلقيتوا لاحظوا هنا حاجه مهمه ده نفس الشيب تو ماتريسز نفس الشيب اوكي ناخد بالنا من النقطه دي. دلوقتي 2 في 2 اس فجاه بقى 4 في 4. طيب لو انا كان عندي 4 في 4 هيبقى اس فجاه بسم الله ما شاء الله 16 في 16 على ما اظن صح 16 في 16 هيبقى 16 في 16 اوكي هتلاقي الدنيا قاعده عماله تكبر معاك. طب ايه الحكمه في التنسور برودكت؟ الحكمه في التنسور برودكت ان شاء الله برضو يعني انا مش عايز اسبق برضو الاحداث الريبريزنتيشن بتاع الكوانتم ستيتس بيبقى يعني في ريبريزنتيشن الا وهو حاجه اسمها ستيت فيكتور اللي انت واتيفر عدد الكيوبيتس اللي عندك بتعملها ريبريزنتيشن از ا سنجل فيكتور كبير وبيبقى جواه كومبوننتس مختلفه اوكي. في ريبريزنتيشن تاني الا وهو دينستي ماتريكس اوكي هنشوف برضو الدينستي ماتريكس دي معناها ايه بكره ان شاء الله يعني. طب انا ازاي هعمل دينستي ماتريكس او ازاي انا هعمل الكومبوزيشن بتاعها او ازاي اخلقها؟ هيبقى عباره عن التنسور برودكت ما بين اكتر من كذا كيوبيت فهيكون لي ايه في النهايه؟ ماتريكس بسم الله ما شاء الله كده ضخمه وكبيره وعظيمه يعني. بس ده يعتبر نهايه الانترو. انا عارف ان هي نوعا ما ممكن تبقى انترو يعني ممله للناس الاوريدي الاكسبيرينسد انا لكن بالتاكيد طبعا في ناس ممكن تبقى عندها المعلومات دي ما كانتش واضحه قوي. هل في حد عنده سؤال في اي حاجه قبل ما ناخد بس كده هناخد بريك صغيره الناس تفصل وبعديها هنرجع تاني ان شاء الله نبتدي نكود ونشتغل بايدينا كده حاجه لايف وهيبقى في انتر اكشن ما بيننا كلنا ان شاء الله. فهل في حد عنده سؤال في اي حاجه من الحاجات دي قبل ما نبتدي نطبق بايدينا الكونسبت بتاع مالتيبليكيشن ازاي نستخدم البايثون في حاجه زي كده؟ ممكن احنا برضو نشوف حاجات ادفانسد ونتكلم فيها شويه زي الايجن فيكتور والايجن فاليوز وازاي بنحسبها برضو عن طريق البايثون. فقبل ما نخش في الحاجات دي هل في حد مش فاهم حاجه من اللي انا قلته في الجزء بتاع الكومبلكس نمبرز واللينير الجبرا
ممكن يرفع ايده قبل بس ما ناخد بريك. الو 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 ايوه عايز اسال حضرتك يا باشمهندس, هو التنسور برودكت ده لازم الماتريكس يكون سكوير فيه, لازم الاثنين ماتريكس يكون سكوير ماتريكس, ولا يعني الطول زي العرض, ولا مش شرط؟ علشان ما افتيش اللي انا فاكره الاثنين يبقوا نفس السايز. تمام. كنت عايز اسال حضرتك لو في حضرتك ريكومند كورسات من على كورسيرا مثلا او اي دي اكس اللي هو الكومبلكس نمبرز والكومبلكس اناليسز والسيجنال بروسيسنج, في حاجه معينه حضرتك ممكن تكون عدت عليك شفتها كويسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بص انا ممكن هبعت لكم الريسورسز دي على الايميل, مفيش مشاكل خالص. دي نقطه. النقطة الثانية كبداية يعني في يعني دكتور أحمد يونس ليه تشانل جميلة جدا على اليوتيوب, اوريدي هو رافع كورس الكوانتم كومبيوتينج بالبيزكس بتاعته كل حاجة, شارح فيها شوية الحاجات دي, ده رقم واحد. وليه برضو كورسز تانية, ده مبدئيا, ده يعني لو انت بتدور على حاجة بالعربي. رقم اتنين, لو انت حابب تبتدي from scratch للينير الجبرا, ما فيش احلى بصراحه بالنسبه لي انا ككريم. ممكن يبقى حد ليه اعتراض او ليه رغبه تانية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. جيلبرت سترينج بتاع MIT, يعني جست بس اكتب لينير الجبرا جيلبرت على جوجل, هتلاقي الكورس بتاعه موجود والماتيريال وكل حاجه, يعني اخدك from scratch لحد ما توصل للادفانسد ليفل جدا في اللينير الجبرا, يعني ففوق الممتاز, فوق الممتاز بمعنى كده. تمام. بالنسبه للكومبلكس نمبرز السيجنال بروسيسنج الفورير ترانسفورمز وكده, سيجنال بروسيسنج, بص يعني هدور لك وابعت, يعني هدور وابعت لكل الناس على الايميل, مفيش مشاكل. بس مفيش حاجه حاضره في دماغي بالظبط, يعني حاجه جاهزه قوي يعني. تمام, شكرا. العفو حضرتك, العفو. هل في حد حابب يسال في اي حاجه قبل ما ناخد بريك؟ الو طب حد سامعني؟ طيب تمام يا كريم. اعتقد مصطفى, في مصطفى وفي احمد علام, ما اعرفش حد, في حد وفي محمود نفراوي, يعني في الاسئله بدات تتوه في الاول. تمام, اوكي. هو انا مش شايف حد قدامي رفع ايده, ف يمكن انا عندي حاجه مش عارف. طب ممكن لو مصطفى محمود, مصطفى محمد, انا فتحت المايك. ممكن تفتح المايك؟ مصطفى محمد, في محمود نفراوي ممكن يفتح المايك. هو انا بس كنت عاوز اقول حاجه, ان هو مفيش كونديشن على السايدز بتاعه المات بيسيز لو احنا بنعمل اللي هو الدايركت برودكت او التنسور برودكت. يعني تاني كده لو سمحت, مفيش كونديشن على المات بيسيز. ايوه هنا مفيش كونديشن, يعني عادي اي سايز. مع محمود ان ما فيش كونديشن, مش لازم يبقى سكوير ماتريكس ولا حاجه, لكن في الكوانتم هم كلهم سكوير, فيمكن ده كريم عشان الخبره. تمام. لكن هي از باي ديفينيشن ما فيش اي كونديشن على كماثيماتكس, لكن في الكوانتم دايما هتلاقيهم سكوير ماتريكس والدايمنشن بتاعهم 2 سوبر ان في 2 سوبر ان, يعني مش هتلاقي مثلا 3 في 3, هتلاقي 4 في 4, 8 في 8, 16 في 16 وهكذا. ايوه ماشي, شكرا. رافع حضرتك. تمام. هل في حد تاني؟
في أسامة وجيه. ايوه كنت عايز اسال بعد البريك ايه الباكجز المفروض تبقى معانا نبقى منزلينها بس بعد البريك الباكجز. بص هو الحاجه الوحيده اللي مطلوب ان انت تعمل لها انستول لو انت هتبقى شغال على اناكوندا هي كيسكت. طيب لو انت موجود على كولاب وده كويس يعني هو كويس بصراحه اللي انت جبت النقطه دي يعني خليني كده اشير السكرين ثانيه واحده ثانية واحدة يعني لو احنا دلوقتي حاليا على كولاب لو انت زي مثلا حابب ان انت تنزل حابب ان انت تنزل كيسكت اوكي في في العادي في التيرمينال العادية ثانية واحدة في التيرمينال العادية اللي موجود عندك على السيستم انت ما بتحطش هنا علامة التعجب اوكي. هل بس الناس شايفة السكرين عندي ولا لا؟ ايوه تمام. فانت ايه هتحط هنا بس علامه تعجب جاست تحط رن او اللي هو شيفت انتر تمام هو يعني شاكرا هينزل لك كل حاجه. او من الحاجات الجميله بصراحه في كولاب انا نسيت الموضوع مش عارف ازاي بسم الله ما شاء الله الداونلود سبيدز بتاعته جباره يعني انت بتتعامل مع سيرفر في جوجل فتلاقي مثلا حاجات بتوصل ل 53 ميجا بايت في الثانيه يا يعني ربنا يوعدنا بالسرعات الجامده دي يعني That's it. فدي الحاجة الوحيدة اللي انت يعني مفروض تنزلها طبعا. عكس كده انا كنت شايل لك كل حاجة يعني مزبط لك الدنيا كلها ما مش محتاج اي طبعا. اي حاجة خالص انا كنت ولا كولاب انا بستخدم يعني environment من عندي فانا عايز اعرف لو في حاجة المفروض تنزلها زي هاي حاجة زي كده. طيب بص لو انت يعني dedicated environment ف يعني بالتأكيد انت عندك نمباي بالتأكيد عندك سايكلر بالتأكيد عندك سيمباي بالتأكيد عندك بانداز بالتأكيد عندك مات بلوت ليب في مين تاني سي في اكس او بي تي اكس او بي تي اي ثينك في تاني بسم الله الرحمن الرحيم يعني بس يعني دول ذات سنه طبعا لو انت عندك جوبيتر نوت بوك تمام بس دي كل حاجه لو انت حابب ان انت تشتغل كمان على انتراكتيف بايثون لو انت شغال على لينكس وما نزلتوش قبل كده ف انا كده كده تمام فالمفروض كده الحاجات دي اوريدي يعني جوه كولاب زي ما انت شايف اللي هو كله ايه اوريدي ساتسفايد كله نازل لو انت شغال على اناكوندا وجيت طبعا ضربت الكوماند لاين ده كل ده اوريدي نازل ما عدا طبعا كيسكت لو انت ما نزلتهاش قبل كده لكن عكس كده كل ده اوريدي انستولد يعني حتى الانفايرمنت بتاعت كولاب الناس كتر الف خيرهم قوي يعني مظبطين لك كل نفسك فيه ف يعني كل حاجه جاهزه تمام شكرا جزيلا العفو حضرتك العفو هل في اي اسئله تانية؟ مش عارفة محمود نفراوي في سؤال تاني عنده ولا ما عملش يعني لسه عامل ريز هاند هل في سؤال لسه في أحمد علامة هو هو بس كومنت على موضوع اللي جاء الجبرة أندرو إنجي في الكورسز بتاعته بتاعت الديب ليرنينج كان اوريدي في جزء من بري ريكويزيت اللي هو كان عاملها كان بعض الريفيوز او ريفيجنز على لي الجبرا اوريدي فيكتورز وكل الكونسبت دي ف اي حد يدخل بس على كورسيرا او على اليوتيوب الشانل اللي هو عاملها اوريدي فيها اوريدي بارت من الريفيجن على الكونسبت دي كلها وممتازه جدا انا اضافت بس ملحوظه صغيره ان هو واخدها من ناحيه الماشين ليرنينج ف علشان الناس ممكن بس يعني تديفييت شويه وتحود شويه عن حاجات نوعا ما قد تهم او يعني تبقى مهمه للكوانتم كومبيوتنج اكتر ف
يفضل للناس حتى لو يعني ما فيش مشاكل الحاجات بتاعت اندرو، يعني انا اخدت الكورس بتاع اندرو يعني من زمان خالص، فناخد بالنا ان احيانا في شويه حاجات كده بتتحط علشان الماشين ليرنينج، وفي حاجات مهمه ما بتتقالش خالص، يعني زي مثلا تنسور برودكت صعب ان انت تلاقيه في الحاجه بتاعت اسمه ده بتاعت اندرو يعني. فدي دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. وشكرا جدا للاضافه بتاعت حضرتك. بس ستيل الحاجه بتاعت جيلبرت سترينج يعني بتاع الام اي تي، هو بادئ فروم سكراتش لحد الادفانس توبكس يعني، ومهم جدا جدا. لو حد عايز يدرس لينير الجبر بما يرضي الله يعني. هل في اي اسئله تانية؟ وفي مصطفى محمد. السلام عليكم يا دكتور. لو سمحت بس احنا عايزين لو في مكان كده في اكواد بسيطه نبتدي بيها موجوده. بص حضرتك بعد البريك على طول، بس يعني اخد نفس تمام وهبتدي اشتغل او هشتغل معاكم. بتشتغل ازاي معاك؟ وفي حضرتك الو الو سامح حضرتك بقول لك مش كريم. العفو حضرتك، العفو حضرتك. يا ريت لو تقفل المايك. اه تمام. في أسامة وجيه باين ولا ما سألش أسامة وجيه؟ أسامة وجيه ممكن تسأل، ممكن يعني تفتح المايك. أسامة؟ أنا سألت. تمام سألت. أوكي طيب رايح تاخد نفسك بقى كريم وتدي للناس بريك وانت تاخد بريك. تمام خلاص تمام. ربع ساعة كويس؟ تمام يور كول. مفيش مشاكل خلاص. اوكي ربع ساعة كويس يعني الناس يعني اللي منزلش انا كنت ينزله، اللي عايز يفتح كولاب ويجرب مثلا عليه حاجة يبقى كويس، ونبتدي مع بعض ان شاء الله في خلال ربع ساعة. يعني دلوقتي الساعة 2:30، ممكن نقول 3:15 نبتدي على طول ان شاء الله. تمام. الو تمام يا كريم. تمام شكرا لحضرتك. تمام هوقف الريكوردينج دلوقتي.